اقفوا جنب اي حد عنده سمنه في بيتكم، ارجوكم ادعموه، ده مرض، مرض خطير ومرض مزعج جدا. منظمه الصحه العالميه تصنف السمنه والسكر هو وباء يجتاح العالم. العين اللي عنده سمنه وسكر هو عنده 52 مرض، جميع اجزاء الجسم. حضرتك اختار اي عضو في الجسم وانا اقول لك تاثير السمنه عليه. الرابط بقى اكثر من وثيق بين السمنه والسكر، اكثر من وثيق. مرض السكر من النوع الاول هو ممكن يتحسن مع جراحات السكر والسمنه اذا كان مصحوبا بوزن زياده. لو قلت لي طب اختار اثنين مرضى لا غنى لهم عن تحويل المسار، المريض اللي عنده السكر، عنده ارتجاع في المريء، شارف في اكل السكريات. جراح السمنه المحترف لازم يكون فنان وذو رؤيه. الاستاذ الدكتور ياسر عبد الرحيم، أستاذ جراحات السمنة والسكر والمناظير والأورام كلية طب جامعة عين شمس، أستاذ جراحات السمنة المفرطة، استشاري جراحات المناظير كلية الطب جامعة عين شمس، عضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة IFSO، عضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة. ده فاست فود، ده سندويتش فاست فود. اللي عمل الفيلم ده مختصر جدا عايز يقول انه هذه الاكلات السريعه تماثل في خطورتها خطوره المخدرات. والام لما بتجيب لابنها وهي جايه له من بره سندوتش من هذه السندوتشات الفاست فود، هي بتقدم للطفل ده مخدرات، لان الطفل بيدمنها. كل الوجبات السريعه، كل الاكلات والسندوتشات الموجوده في المحلات المشهوره فيها مواد تدعو للإدمان، فيها كمية سكريات عالية، والسكر ده مادة مدمنة، فيها كمية نشويات عالية جدا، دي مادة مدمنة لأنها بتخلي الإنسان تاني يوم في نفس التوقيت عايز ياكل نفس السندوتش، ويبدأ المسألة تزيد، فما يكفوش سندوتش واحد، عايز كمان واحد. الطفل خلاص اتبنى جسمه على حالة إدمان مدمن مزمن للسكريات. فخلي بالكوا الأسرة، الأم، الأب قد تكون الديلر بتاع الطفل، بس المادة مختلفة، بدل الهيروين هيكون حاجة لا تقل خطورة عن الهيروين وهي السكريات والفاست فود، والنتيجة النهائية السمنة. النهاردة حوار مهم جدا مع حلول للسمنة، وخصوصا عندما تصل السمنة إلى مرحلة البدانة موربت أوبيستي. كلمة موربت على فكرة في الطب كلمة مخيفة، موربت يعني قاتل، موربت يعني ممكن يموت. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في هذا المجال الأستاذ الدكتور ياسر عبد الرحيم، أستاذ جراحات السمنة والسكر والمناظير والأورام بكلية الطب جامعة عين شمس. أهلا بيك صديقي العزيز وعشرة العمر الجميل. أهلا دكتور أيمن بيه، طبعا حضرتك عشرة عمر وصديق قديم من زمان، بس انا اكبر منك بكتير. انت يا لسه باشا احنا 25 سنه. الله يخليك، ربنا يديك الصحه ويخليك. ولو ان احنا يعني نشوفك اقول لك نفس العمر، يا شويه الشعر البيض. ربنا يديك العمر دكتور ايمن ويحافظ عليك دايما. اللي انا قلته ده صح؟ طبعا طبعا. احنا قلنا النهارده يعني الفيديو فعلا فيديو رائع جميل جدا، ان النهارده الفاست فود والسكريات والحياه اللي احنا عايشينها لا تقل ابدا خطوره عن الهيروين والادمان وادمان الفاست فود. نتيجه ده متلازمه اللي احنا بنتكلم عليها دايما اللي بتطلع النهارده، اللي هي متلازمه السكر والسمنه، او اللي احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت على متلازمه الاي دي ميتابوليك سيندروم، اللي هي اربع حاجات: السمنه المفرطه مع السكر من النوع الثاني، مع زياده في ضغط الدم وزياده في الدهون في الدم سواء الدهون الثلاثيه او الكوليسترول. والنهارده زي ما انا وانت كنا بنتكلم قبل الحلقه، النهارده الحلقه الجباره اخترنا اللي هو العلاج الجراحي الفتاك للسكر والسمنه، الا وهو تحويل المسار. الله على تعبيراتك الجميله. لا طبعا، العبارات الاكاديميه الجميله دي. طبعا علاج الفتاك. طبعا. بص، هو مرض فتاك ووباء، فكان لابد
للطب من أن يخترع سلاح فتاك ودمار شامل لهذا المرض العيل والسكر والسمنة. ومن فضل الله قدرنا نوصل لحاجة اسمها تحويل المسار بأنواعه المختلفة، وتحويل المسار بأنواعه المختلفة سواء الكلاسيكي أو المصغر أو ثنائي التقسيم هو فعلا سلاح الدمار الشامل، وهو السلاح الفتاك ضد هذا المرض اللعين اللي هو السكر والسمنه. والنهارده زي ما حضرتك عارف الحكومات بدات تتنبه، زي ما احنا حاطين قوانين وصلت في دول كتيره ان بنعمل اعدام لمدمن الهيروين، في الدول في اعدام برضه نفس، بس للاسف ان مدمن السكريات والحلويات مش قادر نعمل له اعدام، ولكن لابد من مجابهه هذا المرض بس بطريقه صحيه. يمكن المخدرات بنقابلها بقانون قوي سجن، بس احنا طبعا ضد اعدام المدمنين. المدمن مريض، خلي بالكوا المدمن في العصر، انا قصدي على التجار بس لا التجار اعدام التاجر المخدرات لكن بالظبط كده اعدام التاجر. ولكن احنا بقى عندنا هنا يعني هنعمل سلاح طبي اللي هو ايه، عمليات تحويل المسار، هي السلاح الطبي الفتاك ضد وباء السكر والسمنه. وقلنا ان عمليه تحويل المسار، يمكن تحويل المسار المصغر تسمى العمليه الذهبيه لعلاج السكر والسمنه، وهذه العمليه بنعملها في المرضى اللي عدوا 20 او 30 كيلو فوق وزنهم الطبيعي. اذا كان المريض عنده ارتجاع في المريء لانها بتقلل الضغط داخل المعده، واذا كان المريض مدمن سكريات، واذا كان عنده السكر. طيب احنا الحلقه اللي فاتت قلنا ان السكر من النوع الثاني المصحوب بالسمنه ممكن اعمل له تكميم او تحويل مسار. بنعمل حاجه اسمها السيبيبتايد. السيبيبتايد ده اللي هو، عشان كده انا بستغرب جدا ان الجراح يختار عمليه العيان من غير ما يعمل وظائف بنكرياس. لو السيبيبتايد اقل من 3 لابد من تحويل المسار. لو اعلى من 3، يعني ايه اعلى من 3؟ يعني البنكرياس بتاعه شغال كويس، مشكلته هي السمنه. لو السمنه راحت لعند خف، تروح بقى بتحويل المسار بتكميم مش هتفرق، المهم انها تروح. لكن لما بيكون السيبيبتايد اقل من 3 معناه ان البنكرياس عنده كسلان اصلا، فمحتاج عمليه تضيع له السمنه وتنشط له البنكرياس، وكانت هي او تقلل من اعداء البنكرياس. وهنشوف تاثيرها دلوقتي. لو بصينا لتحويل المسار المصغر، هي عمليه وهي العمليه الذهبيه، وهي تجرى بالمنظار. بنعمل عمليه ازاي يا دكتور ايمن؟ بنعمل وهنشوف الفيديو بتاعها دلوقتي، 3 فتحات صغيرين فوق السره، بندخل المنظار بتاعنا، بنلاقي قدامنا المعده. لو بصينا على الصوره دي كده يا دكتور ايمن، احنا عملنا ايه بقى في المعده؟ بص احنا فصلنا الجزء اللي على اليمين ده الجزء الاكبر من المعده، وصغرنا جزء صغير من المعده الجزء اللي فوق على الشمال ده، وبعد كده بنوصله بالامعاء على بعد 2 متر من بدايتها. هذه العمليه بتعمل 4 حاجات اللي موجودين قدامنا على الشاشه. نمره 1، الجزء اللي عزلته على اليمين بيقلل هرمون الجوع اسمه الجريلين، فده بيقل جدا جدا جدا، تمام. العيان بياكل كميات اكل صغيره في الجزء في الجيب اللي فوق على الشمال ده، فما بياكل كميات اكل صغيره دي بتظبط له حاجتين، الوزن والسكر، لان السكر بيجي من الاكل. دي بقى الحاجة الثالثة بقى، أهم فايدة في العملية إن عدم مرور الأكل على أول مترين. والأكل بقى كلمة تحويل مسار يعني إيه؟ حولنا تحويل مسار الأكل، بدل ما يعدي على أول 2 بقى يعدي على آخر 4 متر فقط. طب عدم مروره على أول 2 متر ومروره على آخر 4 متر ده سحر رباني عظيم، ويعني المفروض حينما تسمع اللي أنا هقوله ده نسجد لله شاكرين على النعمة اللي ادها لنا ربنا. ايه بقى؟ ان ثبت لدينا حاجة غريبة جدا، ان اول 2 متر يا دكتور ايمن بيطلعوا هرمونات مثبطة للبنكرياس، مضادة للانسولين، مضادة للانسولين اسمها الديكريتنز. اخر 4 متر بيطلعوا هرمونات منشطة للبنكرياس اسمها الانكريتنز، اللي هي الجي ال بي والواي واي والجلوت والحاجات دي. لما جينا احنا وصلنا الامعاء في المعده على بعد 2 متر، فانا خليت اول 2 متر ما يشتغلوش، يبقى اعداء البنكرياس هيبطلوا يطلعوا. اللي هيشتغل بكفاءه عاليه مين؟ اخر 4 متر، يبقى الهرمونات المنشطه للبنكرياس هيبتدوا يطلعوا زياده. عشان كده لاحظنا حاجه غريبه جدا، ان اما بوقف اول 2 متر عن العمل بستفيد حاجتين مهمين، بقلل امتصاص السكريات والدهون 75%، اما يقل مصاص السكريات بتظبط لي الوزن والسكر، الدهون لما تقل تظبط لي بقى ضغط الدم والدهون الثلاثيه والنوبات القلبيه والحاجات دي. طب اخر 4 متر لما يشتغلوا بيطلعوا هرمونات المنشطه للبنكرياس. وعشان كده لاحظنا كان زمان يقول لك ايه، العيان لما وزنه يبتدي يتظبط سكره هيتظبط، لا
ده كلام قديم. النهارده العيان سكره بيتظبط من يوم العمليه بالليل. العيان بيبقى اخر جرعه انسولين او اخر قرص خده باذن الله يوم العمليه، وبعد كده بنديله انسولين عند الحاجه فقط، وبتدي سكره يتظبط من يوم العمليه. طب لو هي عمليه وزن يعني لسه ما خسش، امال ايه بقى الهرمون الافكت اللي بيحصل، التاثير الهرموني ده؟ هو ما بيخسش، هو بيقعد يومين ثلاثه كده لسه ما بانش. ايوه لذلك السكر بيتظبط، والسكر بيتظبط في خلال اليومين ثلاثه بعد العمليه. ده الهرمونات، وده الهرمونات، وانت حاجب اصلا دكتور اندوكراين وعارف الكلام ده. تمام، يبقى انا استفدت هرمون الجوع قل، كميه الاكل قلت، امتصاص السكريات الدهون قل، وبتقل الهرمونات المثبطه للبنكرياس وبتزيد الهرمونات المنشطه للبنكرياس. هذه العمليه هي العمليه الذهبيه لمرض السكر، وهي وبرده بتعالج ارتجاع المريء، لانك انت لما بتوصل المعده بالامعاء بيقل الضغط داخل المعده، فيبتدي ارتجاع المريء يقل. فهذه العمليه طبعا من العمليات الرائعه، وهي سلاح الدمار الشامل ضد السكر والسمنه. إذن هذه هي قيمة تحويل المسار. تحويل المسار استشق منها أنواع كثيرة، يعني تحويل المسار المعدل مثلا. تمام تمام، في المعدل وفي ثنائي التقسيم. ثنائي التقسيم ده اللي هو إيه يا دكتور أيمن؟ هي على فكرة إحنا اتكلمنا الحلقة فات عن تكميم، والنهاردة اتكلمنا عن تحويل المسار المصغر. طب لو ربطنا الاثنين مع بعض تطلع عملية تكميم مع تحويل مسار ثنائي التقسيم. يعني ثنائي التقسيم هي تحويل مسار، هي في الاول تحويل مسار، بس لو بصينا كده بنعمل تكميم اهو ونوصله على الامعاء. فهنا بس الفرق الجوهري ما بينها وبين تحويل المسار المصغر اني بسيب كامل الامعاء مفتوحه. يعني الاكل بينزل من المعده بينقسم، احنا قلنا الامعاء 6 متر، احنا بنوسع بعد 2 متر او 2 متر ونص من بدايتها، اللي يعني اسمها الساسو وليس الساسي. الساسو هي المعدله، احنا بنوصل في الامعاء من فوق، يو يعني أبر. طب إيه اللي بيحصل؟ بقى الأكل بينزل ينقسم 80% على آخر 4 متر و 20% على أول 2 متر، فهناخد نفس فوائد تحويل المسار اللي هي إيه؟ هرمون الجوع بيقل، كمية الأكل بتقل، امتصاص السكريات والدهون بيقل، تلك الهرمونات اللي بتنشط البنكرياس. طب إيه وجه العظمة في هذه العملية؟ واحد، إن أنا ما غيرتش في الوضع التشريحي الرباني، يعني عندي اقدر اتعمل له منظار، اقدر اخش بالمنظار، اخش على العيان، اشوف المعده واخش على الامعاء، ولو عنده حاجه في القنوات المريه اقدر اوصلها. الوضع التشريحي الرباني موجود زي ما هو. الحاجه الثانيه ان انا ما لغيتش ولا جزء من الامعاء، ولا جزء من الامعاء، عشان كده العيان بيحتاج فيتامينات اقل من تحويل المسار المصغر، لان كامل الامعاء شغال. فهي عمليه، وبدا النهارده هذه العمليه يعني تجرى بكثافة، بدأت تنتشر جدا لغاية فترة بسيطة ما كانتش معروفة على مستوى العالم، لأن النهاردة بتتناقش في كل المؤتمرات، وبدأت تنتشر على مستوى العالم. والحقيقة أنا يعني عملت منها عدد لا بأس به من المرضى. جمالها ما بتنزلش الأوزان لأوزان مخيفة، ما بتعملش برضو ارتجاع سائل المراري بصورة مخيفة، العيان ما بيتأثرش صحته وبيحتاجش فيتامينات لمدة طويلة وبكميات كبيرة. فهي يعني أنا الحقيقة يعني أنا قلت ثلاث أسامي على مسؤوليتي بصراحة. قلت التكميم هي معيار، المعيار الأكثر إجراءا، أو التكميم المعدة الشهرة الجماهيرية. أيوة عملية الجماهير. أيوة عملية، الله حلوة، عملية الجماهير. هي معيار الشهرة وتحويل المسار المصغر هي المعيار الذهبي، ودي معيار النضج، لأنها ربطت العمليتين مع بعض. وعشان كده بنقول لو جينا الثلاثة بقى في سلة واحدة، هو ده الهدية الربانية اللي أنعم بيها ربنا سبحانه وتعالى، التكميم وتحويل المسار وثنائي التقسيم لعلاج متلازمة السكر والسمنة. إذن المريض المناسب لنوعية تحويلات المسار هو مريض السكر في المقام الأول والمحب للسكريات. طبعا المريض اللي هو عنده سمنة فوق 20 كيلو، العين اللي عندهم سكر زي ما حضرتك تفضلت، العين اللي عندهم ارتجاع في المريء، واللي عندهم نهم في أكل السكريات. في الآن برضو زيادات المتوسطة البسيطة، كيف ترى التعامل معها؟ بص بقى يا دكتور أيمن، هو احنا عايزين نتكلم على بالون المعدة شوية، ودلوقتي نزل عندنا في مصر حاجة اسمها الكبسولة الذكية أو الكبسولة المبرمجة، ودي أحدى صيحة في العالم كله، وبقت FDA approved، أمريكا وافقت عليها، وفي أوروبا طبعا شغالة جامد جدا. إيه القصة دي؟
هو بيجي لي ساعات مريض يا دكتور ايمن، المريض اللي هو الوسط، اللي هو يقول لي ايه دكتور ياسر انا حاولت اعمل دايتس او انظمه غذائيه ورياضه وفشلت وارادتي ضعيفه ومش قادر وانا مش عايز اعمل عمليات. طب ليه يا حبيبي؟ ده العمليات النهارده امنه بنسبه 99.5% بالتكنولوجيا الحديثه، انا مش عايز اعمل عمليات. اذا العيان، بص يا دكتور ايمن، وزنه معدي 30 كيلو فوق الطبيعي، بقول له حضرتك هو الحلك الوحيد هو العمليات، سواء تكميم او تحويل مسار او ثنائي التخسيس. طب ركب لي بالونه، اسف بصراحه لان مش هعمل حاجه غلط، او اعمل لي شفط دهون. الناس مش فاهمه يا فندم، شفط الدهون وتجميل القوام مش عمليه تخسيس. الله عليك دكتور ايمن، انا بيعجبني البرنامج بتاعك انك ماشي على الكتب، على الجايد لاينز. في حاجه اسمها الجايد لاينز يا اخوانا يا جماعه، عمليات شفط الدهون ونحت القوام هي ليست عمليات لتخسيس وعمليات نقص وزن، هي عمليات لتجميل القوام. عيانه بتجيل في ديفو، وزنها طبيعي، وزنها طبيعي، انا مشكلتي دراعي، مشكلتي بطن زياده عن اللزوم، بالظبط دي بنشفطها خلص. لكن ما تجيش واحد 160 كيلو يقول لك شفط لك ايه؟ شفط لك ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ اللي عملوا كده ده عملوا جرايم يا فندم. طبعا يعني اللي عملوا شفط الواحد 130 ولا 140 ده عملوا جرايم. دي جريمه يا فندم. لايبوسكشن از نوت ا ويت لوس سيرجري، مكتوب في كتاب الجراحه كده. شفط الدهون ليست عمليه تخفيض وزن. بالظبط، الله ينور عليك. طيب العيان بقى الوسط اللي هو ايه؟ عنده 10 كيلو 15 كيلو بعد اقصى 25 كيلو زياده، ده ممكن ينفع له بالون المعده. النهارده الصيحه الجديده بقى، لو شفنا الفيديو بتاع ايه بقى اللي عامله ثوره في العالم، اللي هي حاجه اسمها الكبسوله المبرمجه او البالونه المبرمجه. دي عباره عن ايه بقى يا دكتور؟ هنشوف الفيديو بتاعها دلوقتي. دي عباره عن كبسوله زي كبسوله الدواء، كبسوله الدواء ومربوط فيها كده زي فتله. الكبسوله دي العام بيجي في العياده ولا بنج ولا منظار ولا جراحه ولا خطوره ولا اي حاجه، كبسوله زي ما بتبلع كبسوله للالم كده. الكبسوله دي واصله على الفتله اللي هي معاها دي، بنستنى لغايه ما بتوصل جوه المعده. بعد ما توصل جوه المعده بنصور صوره اشعه، بنسخ انها جوه المعده، بنحقلها بسعر 550 سنتي بالظبط، هي مبرمجه 550 سنتي. بعد كده بتتساب جوه المعده اربع شهور، فبتدي احساس بالامتلاء لمده اربع شهور، بيمشي على نظام غذائي ورياضه، بيخس خلال اربع شهور. جمالها بقى ايه وجه الاختراع هنا؟ هي بالون، هي بالونه بس بتقنيه مختلفه. بالظبط، هي بالون ذكي. هي ميزتها يا دكتور ايمن فيها، دايما اقول فيها اربع لاءات، اربع لاءات، لا منظار، لا جراحه، لا تخدير، لا خطوره. ما فيش اي خطوره منها خالص. انت لابس هدومك العاديه خالص، بتبلع كبسوله بتنزل جوه المعده وبننفخها. طب بتنزل ازاي؟ هي كلمة مبرمجة جت منين؟ إن الفالف بتاعها، الفالف اللي هو اللي بالعربي الصمام، الصمام اللي جواها بعد أربع شهور بيفك لوحده، تبتدي تتحول. عارف البالونة بتاعت الأولاد الصغيرة لما بتفرقع كده حاجة بسيطة خالص، بتنزل مع البراز بدون أي مشاكل ولا بتعمل انسداد ولا أي شيء. هنا وجه الاختراع في هنا، هي دي طبعا برضو بنقول هي ليست للسمنة المفرطة، هي تساعد المرضى اللي هي عنده. فيها نفس المقاييس بتاعه البالون بالظبط، ونفس عيوب البالونه برضه بالظبط، ان هي ما تنفعش للسمنه المفرطه بالظبط. الانسان لازم يحافظ جدا انه بعد ما تنتهي مفعولها لو رجع ياكل هيزيد وزنه. بالظبط، الله ينور عليك. فدي لا تخدير، لا جراحه، لا منظار، لا خطوره. كبسوله بتبلعها في العياده واحنا قاعدين، بنصور اشعه، بننفخها، وبعد كده بتمشي على نظام غذائي، بعد اربع شهور هي بتنزل لوحدها. إيه طيب العيان، انت حضرتك مسيت نقطه جميله جدا. طب بعد ما بتنزل خلاص، هو بقى بيكون اتعود على طريقه الاكل ونزل 10 15 كيلو او ال 20 25 كيلو عايزهم، بيحافظ هو فيما بعد، يحاول يحافظ عليه. بالظبط. طب هل ينفع نركبها تاني؟ ممكن، يعني يا اما هو يحافظ، يا اما بعد شويه لو مثلا الدنيا هديت معاه وحب يركبها تاني تقدر تركبها تاني، لان مفيش منها اي خطوره على المعده باذن الله. الحمله القوميه للمقاومه السمنه والسكر مستمر. الحمله القوميه مستمره واحنا مش قادرين نبطلها، وقلت لحضرتك دي تمشيا مع توجهات الدوله بتاعتنا. العالم كله النهارده بيحارب السمنه، فاحنا برضو يعني كاساتذه الجامعه وكاطباء برضو بنحاول نحط طوبه في الجدار البناء. الجميل ده والبناء الجميل ده، ان احنا الحمله بنوفر العمليات
لكل اخواننا في الوطن العربي باسعار تكاد تكون اسعار التكلفه دون اي مكاسب، لان احنا في الاول وفي الاخر اطباء، مش الهدف من الطب هو المكسب، الهدف هو ان احنا نفيد المرضى بتوعنا. انت بتنورني وتسعدني كالعاده. انا ببقى سعيد دايما في برنامج المحترم بتاع حضرتك، واحييك على شياكتك كالعاده. الله يخليك. دايما نموذج للشياكه في الوسط ده من بعض ما عندكم فعلا. يعني بما اننا عشت عمر طويل يعني طول عمر الدكتور ياسر الشيك. ربنا يخليك دكتور ايمن، ربنا يخليك. ضيف العزيز الاسم المتميز جدا في عالم الجراحه الاستاذ الدكتور ياسر ابراهيم، استاذ جراحات السمنه والسكر بكليه الطب جامعه عين شمس، استاذ بقسم جراحه السمنه والسكر بكليه الطب وعضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنه والجمعيه المصريه لجراحات السمنه. ابدع في حواري كالعاده في السمنه. خلي بالكم انه من ضمن اسباب زياده الوزن بالنسبه للمراه بعد الجواز، تخيلوا حاطين اسباب كتير، تغير هرمونات، حاطين كلمه غريبه قوي تخلي الست تتخن بعد الجواز، اللامبالاه. ياه ايه الكلمه دي؟ دي محتاجه حلقه لوحدها. اللامبالاه، الست بيبقى عندها اللامبالاه، مش ست بس، ست وراجل عندهم لامبالاه بعد الجواز. مش اتجوزنا خلاص نتخن بقى؟ دي كارثه على فكره. خليكم معنا سريعا. الدكتور علاء إدريس استشاري الجراحة العامة وجراحات تجميل الأعضاء التناسلية جامعة الأزهر. التشوهات والعيوب الخلقية في الأطفال شيء مؤلم نفسياً جداً، قد مشاكله الصحية وخطورته على حياة الأطفال في معظم الأحوال. التشوهات والعيوب الخلقية أسبابها ممكن تكون جينية أو بسبب تعرض الأم لعدوى فيروسية أثناء الحمل أو عيوب بالتمثيل الغذائي، وممكن يكون بسبب أخطاء وقعت فيها الأم أثناء الحمل زي التدخين والكحوليات أو تعرضها لتلوث إشعاعي أو بيئي أو عدم المتابعة الدورية مع الطبيب. واجب على كل حامل المتابعة في مراكز الصحة أو مع الطبيب المختص وعمل كشف دوري، خصوصاً للحوامل اللي بيعانوا من أمراض السكر أو ارتفاع في ضغط الدم، والمحافظة على التطعيمات أثناء الحمل، لأن الكشف المبكر بيحد من ظهور التشوهات الخلقية عند الأطفال. أهلاً بكم. النهاردة موضوع مهم جداً جداً، وهي العيوب الخلقية في الأطفال. الحقيقة العيوب الخلقية في الأطفال دي تحتاج إلى تنوير وتثقيف كبير، لأن إحنا ممكن جدا نلاقي ناس كتير في مجتمعنا مش مدركه يعني ايه احليل سفلي، ولا فاهمه انه طفل مولود عنده فتحه البول مش في مكانها. برضو عندنا مشكله النهارده نطرحها كبيره جدا اسمها التبول لا ارادي عند الاطفال. والحقيقه المشكله دي يمكن ناخدها في النص التاني من حوارنا، بس المشكله دي بتسبب عقده نفسيه عند الطفل، بتسبب مشاكل في الاسره، بتحصل حواليها هالة كبيرة من التوتر النفسي، ويتنازعها أو تتنازعها الكثير من التخصصات. هل الأسرة تذهب إلى دكتور متخصص في علاج المشكلات أو العيوب الخلقية؟ هل الأسرة تذهب إلى طبيب ومستشاري نفسي؟ بعض الغير متخصصين في الطب بقى راحوا قفزين في الحتة دي وسموا نفسهم أسامي كده ملهاش علاقة بالطب، يعني بدأت تظهر حاجة كده يقول لك أنا متخصص في حل المشكلات العائلية. نيجي ندور ليه مش خريج بالطب؟ طب أنت واخد إيه شهادة؟ يعني قسم إيه تبع قسم إيه يعني؟ قسم العيلة يعني؟ هو مفيش حاجة اسمها قسم العيلة. وبقعد أحل المشكلات ومش طبيب نفسي. يعني طبيب النفسي ممكن يكون له دور كبير أو أكيد له دور كبير في بعض الحالات، لكن في حالات طبعا عضويه انت بتتكلم على التبول الارادي. لكن العيوب الخلقيه اكيد دي حاله وراثيه تلعب فيها الجينات، الخلل الجيني لعب كبير جدا. تعالوا النهارده نفهم هذه القصه عن قرب بالتفصيل مع ضيف العزيز قيمه العلميه المتميز الاستاذ الدكتور علاء ادريس استشاري الجراحه العامه وجراحات التجميل في الاعضاء التناسليه. اهلا بيك دكتور علاء، بيه منور. اهلا دكتور ايمن، اهلا وسهلا. عايز ابدا بالعيوب الخلقيه في العضو الذكري، ابرز العيوب الخلقيه في الاطفال ايه؟ ابرز وجهه نظرك واصعب واصعبهم وأصعب. وهل الناس عندها ثقافه فهم العيوب الخلقيه ولا لسه؟ لا، هم ما عندهمش ثقافه العيوب الخلقيه في العضو الذكري. يعني احيانا بشوف اطفال لاول مره اقول لك هو طبيعي كده عادي، والطفل ده تشوفه كانه معمول له سيركمسجن، يعني متطاهر، معمول له عمليه الختان. اول ما تشوفه كده كانه معمول له عمليه ختان،
الطبيعي. وهنا فتحة مخرج البول مش في مكانها الطبيعي، بتبقى أسفل القضيب في النص أو في المؤخرة عند الخصية. ودي جراحة من الجراحات الصعبة اللي بتحتاج خبرة، مش ما هياش موضوع لأنه هشتغلها في السن إنه مهم جدا، يعني السن إنه ده مرتبط بالديامتر أو حجم العضو الذكري. عشان أنا هشتغل في لاب في المنطقة دي. مرتبطة في لاب يعني هعمل زي رعة، بجيب رعة وأعملها في المنطقة دي وأبني أنبوبة جديدة وأقفل عليها. وهنا من داخل يكون موجود جواها قسطرة. طبعا مش محبب ان احنا نعرض المنظر على الشاشة فنتكلم فيه، انه معروف انه ده عيب خلقي في العضو الذكري للطفل. في سن معين اللي هو من بعد السنتين تشتغله، قبل كده مش محبب انك تشتغله. لان الطفل لازم يبقى الى حد ما اورينتد معايا. يعني ايه اورينتد؟ يعني ناضج، يعني يعرف يحافظ على نفسه ما يمسكش نفسه. لانه انا ممكن ونسبه الفيلير في الجراحات ديت او فشل الجراحه دي قد يصل ل 40 او 50% بسبب ان الجراحه ان انا اشتغلها سهل، لكن الفكره كلها ده طفل، يعني لو شد القسطره اللي انا عاملها باظت العمليه. بس لو البول الطفل ده بيعمل بيقعد له 14 من 10 ل 14 يوم في قسطره، في طفل صغير دي كارثه مش سهله. فلازم فكره ازاي تثبت القسطره، والقسطره دي لو قفلت المريض ده الوحيد اللي بيقعد الدكتور على مدار العشر ايام او الاثناشر يوم كانه معاه يوميا، كانه كل يوم بيعمل الجراحه. خاصه لو قفلت او حصل البول عمل عمليه تخمر للجرح فيفتح. فهنا محتاج انك تشوف الطفل اول حاجه، الفلاب او الرقعه اللي هتتعمل تكون كافيه ان القسطره اللي تعدي فيها ما تكونش مضغوط عليها، تكون في متابعه جيده للطفل ده انه ما يحصلش عمليه تخمر للجرح من البول. لان التخمر بيعمل عمليه تمييع فيفك، فالغرز دي تفك وتسيب خالص. فهنا ديت المتابعه فيها فدي جراحه من الجراحات الصعبه جدا اللي بتحتاج اولا انت محتاج الطفل يبقى قريب منك يوميا وانت اللي تغير له، او حد بروفيشنال يغير له، يعني فاهم، لان حركه الطفل او شد القسطره هو ممكن يضيع لك كل الشغل اللي انت عملته. كمان نوعيه القسطره اللي هتستخدم مهم جدا، دي اللي تحفظ لي، يبقى الديامتر لو حجم القسطره ونوعيتها ده مهم جدا لانجاح الجراحه دي. طبعا الحمد لله انا اشتغلتها في بداية لما كنت بتفرج عليها مع أساتذة الجراحات التجميل. كانت بصراحة الفكرة المتابعة، يعني كنت لما اتفرج عليها الفكرة كانت في المتابعة كجراحة، انك تشتغلها بسيطة بس المتابعة بتاعت الطفل مهمة جدا. ما انت قلت ولذلك مهمة قوي. انه كل يوم في الـ14 يوم اللي فيهم القسطرة دول كأنك بتجري، كأن بجري الجراحة قاعد جنب المريض. اي تخمر في الجرح، اي تخمر حوالين الغرز اللي بتاخدها في الجرح والانبوبه اللي اتنشأت الجديده ديت بتفتح للجرح تاني ويحصل بيسموه الريكاردز. فدي من الجراحات الصعبه جدا، ليها سن معين امتى هنشتغل، مرتبط بحجم العضو الذكري عشان انا هشتغل منه في لاب اللي هي رقعه. فالحاجات دي مهمه جدا. اللي يعزى ليه حدوث العيوب الخلقيه دي؟ دي العيوب الخلقيه بالنسبه زي الفي اس دي اللي هي عيوب الخلقيه في القلب، زي العيوب الخلقيه في الشفه الارنبيه، دي حاجه جينات، حاجه في الجينات الوراثيه نفسها اللي هو الشريط الوراثي لم يكتمل نموه في المنطقه دي. التدخل المبكر واكتشاف الاهل هنا له قيمه كبيره، صح؟ التدخل اللي هو العرض الطفل. ما حدش يعني ايه، يعني الجراحين اصلا يعني في فكره الجراحين دي الجراحه الوحيده اللي اكتر الجراحين ما بيحبهاش. انا بتكلم فيها لان الواحد هي فعلا بتحملك مسؤوليه، وهي مرتبطه بخبرتك، يعني انت خبرتك انك تقعد والطفل ده يكون ملاصق ليك وتتابعه يوميا لمده 10 او 12 يوم، دي عيب. انت عارف حضرتك انا ممكن اعمل المراره منظار والمريض يروح تاني يوم وخلص الموضوع على كده، وهي عمليه وحجم عمليه كبيره، انما ديت المريض ملاصق ليك ولذلك عمليه مرهقه للطبيب. فمحتاجه مجهود، بس يعني محتاجه مجهود واصرار من الطبيب على انجاح الجراحه. كتير فكر في حاجات تانية، تخيل حضرتك كتير فكر انه يعملوا مخرج البول في خلال الجراحة من المثانة نفسها، يفتحوا فتح في المثانة من فوق وقسطرة تتركب والمنطقة دي تتقفل خالص عشان ما يمشيش فيها بول. فدي ابحاث بتتعمل في جامعة عين شمس ان هم يفتحوا المثانة ويحولوا مجرى البول من خلال القسطرة، بيسموها السوبرا بيوبك، من خلال القسطرة ويتعمل فوق عظمة الحوض، فوق عظمة الحوض من المثانة نفسها.
في أبحاث عشان علشان نتفادى لانه فكره تخمر الجرح هو سبب الريكرنس ان البول يصل الى الجرح ولكن ده مش هيمنع مهما تعمل مش هيمنع ان البول يعدي من خلال القسطره لا يمكن لازم البول هيعدي من خلال القسطره ففكرتها كلها عملية مبنية على خبرة يعني الخبرة فيها في شغلها هو ده أساس والمتابعة والمتابعة الخبرة والمتابعة ده الأساس هل بيفرق العملية لما يكون إحليل سفلي أو إحليل علوي لا ده فرق جامد على فكرة من أصعب الحالات الإحليل العلوي اللي هو فتحة مجرى البول تكون فوق 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 القضيب من فوق مش من مش من تحت تعرف حضرتك اليوريسر اصلا ملاصقه للميكوزا اللي هو الغشاء الجلدي البسيط الكافرنوزا او الحجم العضلي الكامل والسبونجيوم الحجم العضله دي كله فوق عشان تخترق تخترق من تحت وتطلع فوق ده من اصعب الحالات يعني حاله بتبقى صعبه جدا ودي نادره قوي ما هياش كتيره لما نيجي نقرب من العمليه نفسها العمليه نفسها بتتم بكيفية انت قلت لي احنا بنفتح بنعمل فلاب فلاب ايه الفلاب يعني نشرح العمليه بالراحه فكره الفلاب ان انا باخد جزء وليكن باخد جزء بسيط جدا من الانسجه يتلف الجزء ده حوالين القسطره يعني انا باخد جزء من الانسجه يتلف يعمل انبوبه واكمل بالانبوبه لحد الفتحه الاماميه للقضيب دي الفلاب جزء من الانسجه اعمله انبوبه وكمله لحد الفتحة الأمامية يكمل معايا لها وأعمل له عملية تغليف بالأنسجة بتاعت القضيب الرئيسية تاني فهي جزئين فوق بعض مركبين ففكرة إن الطفل ده لو في حد أو الناس بعض الناس يقول لك إيه عملية الختان في الأطفال ختان الطفل اللي هو عملية السيركمسيجن أو طهارة الأطفال الأولاد المفروض لو حسوا إن في حاجة زي كده الفتحة مش في مكانها الطبيعي ما يطهروش الطفل ده ويعرضوه على جراح ما يتطهرش ما فيش دكتور يطهره لما يتعرض على جراح تجميل عشان يشوف هل ده محتاج جراحه ولا مش محتاج جراحه لان الفلاب اللي موجوده ديت في البريبيوز انا بحتاجها فيما بعد في الجراحه هنا مكمله بتعمل معايا الفلاب دي اللي هي الرقعه اللي هكمل بقى انبوبه عشان كده هذا الطفل ممنوع انه يطهر الا بعد عرض على جراح نعرف نقيم الوضع لازم لازم الجراحه تتعمل قبل طهاره الجراحة تتعمل خاصة بالإحليل تتعمل قبل لأن أنا هستخدم الجزء اللي أنا برميه ده في العملية في العملية يبقى أنا كده ضيعت عليه العملية أنا ضيعت عليه العملية أفقدت جزء من العملية نقرب بقى من قضية مهمة جدا هي عملية التبول اللا إرادي أو التبول الليلي هو إيه الفرق؟ هل كل تبول لا إرادي تبول ليلي ما ممكن يحصل في أي وقت في اليوم؟ هو الموضوع ده موضوع شائك جدا وبيقرق اسر كتير وعلى فكره منتشر في الاسر اللي هي ايه قادره يعني بمعنى قادره ايه يعني الموضوع ده محتاج نتكلم فيه بلدي شويه مش انجليزي ولا حاجه يعني عشان الناس برضو لازم تفهم فكره ان انا ربي طفل يعني المشكله ديت يعاقب عليها الطفل والسبب في الاسره المشكله دي السبب فيها الاسره وليس الطفل ليه سيادتك انت عارف استخدام المفرط للحفاضات للاطفال استخدام مفرط وبرضه عشان ايه ما نقولش بنحارب حفاضات فكره ان انا نوم الطفل واقول الطفل سعيد عمله هو نايم وانا حاطط له حفاض دي كارثه لان انا بعوده تعلم من وانت صغير اعملها وانت نايم فكره استخدام الحفاض لسن معين وبعد كده نبطله وفي اوقات معينه مش على طول يعني ما هوش استخدام مستمر لا استخدمه في اوقات معينه ولكن لازم اجي في مرحله الحفاض ده ما يكونش موجود عشان الطفل يحس هو عمل ايه لكن الطفل يتبول ويقول لك نام سعيد دي كارثه ده بيحلم هو التبول ده عباره عن ان المركز في المخ بيدي احساس ان المثانه اتملت فيتبول ده ياخده هو نايم فيتعود عليه بيربى الطفل على الموضوع ده من هو صغير طيب هنديله حفاض وانت صغير يكبر الطفل شويه عشان اعرفك الاسره اللي بتشارك في الكارثه ديت انت قلت جمله مهمه قوي الاسر القادره اللي معاها فلوس هم اللي ما هو هم اللي بيقدروا يشتروا حفاضات كتير ولذلك انت عارف عشان اقرا الموضوع ده كويس قوي انا بقيت انزل للعرب البدو ما تلاقيش طفل عنده 4 سنين عنده تبول اطلاقا العرب اللي موجودين لانه ما بيستخدموش الحفاض نهائي فلقيت ان الظاهره او اكتر الاسر الطفل المدلل او الاسره اللي فيها طفل مدلل والطفل ده بيصاب بأزمة نفسية انكسار حتى ما بين زمايله والسبب الرئيسي الأسرة
كل طفل عنده تبول لا ارادي بنلاقي بحس ان هو منكسر في خجل ولما بيدخل الطفل واهله بيبداوا يتكلموا على الموضوع قدام اي دكتور قدامي بحس ان الطفل نفسه قلق. طب ازاي الاسره هي اللي سببت الموضوع وازاي نعالجه من خلال الاسره برضو؟ يعني هو علاج بسيط جدا بس الاسره لازم تشاركني في الموضوع. مفيش علاج هيعمل لي حنفيه اقفلها والصبح يفتح، مفيش علاج كده خالص. والله لو جبت علاج العالم كله مش هيعالج المشكله. علاج المشكله من البدايه، اولا علشان نعالج المشكله دي من البدايه نبعد حكايه ان استخدام مفرط للحفاضات دي بلاش، لانه وهحكي لك ازاي القصه. الاستخدام هو اللي ورطني في ام مجهده وعندها طفل حط له حفاض والست تمام. يعني انت احيانا السيدات يسيبوا الحفاض ده يعمل بول وبراز وهي سعيده عادي، ما فيش طالما الفرشه ما تبلتش الدنيا حلوه زي الفل. الموضوع ده بسبب للطفل ان هو عنده ايه بيسموها اللامبالاه، خلاص يعني ما عادتش فرقه معاه. يكبر ويبقى في اعدادي وثانوي احيانا وتقوم مثلا تروح تحسس عليه كده تلاقي له السناشف ما عملهاش، تيجي شده من قفاه وهو نايم. خلي بالك التعود بقى ازاي، انا باخده وهو نايم واسحبه على الحمام واقول له اعملها وهو يضحك معاها او يكلمها ويحكي لها في قصه تانية خالص، وده ياكد لك انه نايم. يعني احنا نقولها ما انا رحت المدرسه وجيت، ده ياكد لك انه نايم. لازم عشان اعالج الطفل ده في سن كبير، وانا شفت بنات اتطلقت واتفصلت بسبب الموضوع ده، عشان اعالج المشكله دي لازم افوق الطفل بالليل وحدد وقت معين وحمنا عنه مأكولات معينة ومشروبات معينة ما ياخدهاش، وهنا هقدر اتحكم. وصحيه بالليل وامسح وشه بمية ساعة عشان يفوق ويعرف هو رايح يعمل ايه. يدخل الحمام مبدئيا يعرف هو رايح، اسبوع بينتهي الامر. وبستخدم علاج بسيط معاه، ما هوش علاج غالي ولا حاجة، بس الفكرة كلها ان الاهل يساهموا معايا. حتى لو هنجيب منبه بس في توقيت معين كده يضرب المنبه، نقوم نصحي الطفل ده. بعد كده حضرتك تعلم ان المثانه تلعب دور هام جدا في الساعه البيولوجيه للانسان، ده هي اللي بتصحيني الفجر. المثانه اللي بتصحيني الفجر، تصحى على انك تدخل الحمام وتلاقي ما فيش ساعه، والناس اللي بتصحى بدري والناس اللي بتسافر بدري المثانه اللي بتصحيه. فالساعه البيولوجيه انا بظبطها للطفل ده ان انا بصحيه في توقيت معين، خلاص بينسى الموضوع ده. دي فكره علاجها. لانه الموضوع ده بيسبب مشكله في البيوت. الناس كانت بتفكر علاجها اولا عشان نبدا علاجها لازم في الصيف مش في الشتاء. ما ينفعش تعالج طفل في الشتاء، مش هتقدر. انت عارف في الصيف حضرتك في العرق والمجهود اللي بيعمله، ففي عرق فبيفقد جزء من الميه عن طريق العرق، فما عندوش كميه بول مخزونه. لكن في الشتاء لا، كميه البول مخزونه وممكن السليم يعملها. تاني حاجه في الصيف الطفل ده اولا ما يشربش شاي المغرب، ما ياكلش بطيخ، لان في حاجات مضره للبول ابعد عنها بقى. يعني عندك اليوسفندي مضر للبول، البطيخ مضر للبول، واليوسفندي مضر للبول، واليوسفندي مضر للبول، والشاي مضر للبول، والكوكولا مضره للبول. دي الحاجات اللي هي مضره للبول. انا بعد الطفل عن عايز اديها له الصبح، لكن ما اجيش المغرب وادي له حاجه من دي. دي الفكره ان انا مشروبات برضو اللي هي زي اليانسون والكراوية والحاجات دي كلها مضره للبول. الحاجات اللي هي مضره للبول ديت الواحد بيمنعها عن الطفل في توقيت والحلب امنحها عن الطفل في توقيت من المغرب، امنحها عن الطفل وياخد علاج بسيط خالص وهو جاي ينام خلاص. وبعدين بنصحيه، بنجيب منبه يعني بس يصحينا معاه يفكرنا بس، ولازم اروح للطفل اصحيه واخده من ايده. ونبدا علاجها في الصيف، ما نبداوش في الشتاء. ونغسل له وشه، ونغسل له وشه، لازم افوقه، لازم يفوق، لازم يفوق وهو داخل الحمام، لازم يفوق يعرف هو رايح فين. لكن لو خدته ونايم، طب انا ده انا بساعد معاه. اصل هو لما بتيجي تساله يقول لك انا كنت بحلم، ودي حقيقه. اي حد يتبول بالليل على نفسه بيحلم انه في الحمام، المثانه بتدي له احساس انا مليانه افتح، ده احساس، ده حلم. طب ما انا خدته وهو نايم، ده حلم ما عملش حاجه. فالفكره لازم اصحيه. انت اسعدتني بهذا الحوار الحقيقه، ربنا يبارك لك. حوار جميل جدا، انا اللي سعيد جدا، حليت مشاكل جميله وحوار يعني الحقيقه التبول لا ارادي يعني لاول مره في البرنامج من سنين طويله يتم الحوار فيه بالتفصيل ده. وزي ما حضرتك قلت احنا لازم نتكلم فيه كاننا مع الابوين، مع في الابوين البيت. بشكل مش طبي قوي، اكتر ما هو طب اجتماعي او طب تنفيذي. طب تنفيذي هتعمل ايه؟ ده 1 2 3 4
انا متشكر جدا على هذا الحوار وعلى قبولك. ربنا يكرمك. الله يخليك. والمشوار وتعبك. سعيد انا معاك والله. وكان نفسي افتح موضوع التبول لا ارادي لانه موضوع شعبي. موضوع منتشر جدا. موضوع منتشر وبسيط جدا. لا وانت لفتت نظرنا لحته مهمه جدا. اولا ان ده بيحصل في العائلات او الاسر الميسوره. الميسوره اللي معاها فلوس. اللي بتجيب حفاضات. قلت جمله مهمه قوي ان البدو او مش البدو يعني العرب اللي عايشين زي مثلا العرب اللي موجودين في مطروح او العرب الموجودين ما عندهمش رفاهيه الحفاضات دي. المصريين اللي هم من المصريين اللي بنقول عليهم احنا عربويه يعني بس هم مصريين يعني دول ما عندهمش. لا طفل البديه ما عندوش تبول لا ارادي. لا تبول لا ارادي ما عندوش. طفل البديه ما عندوش تبول لا ارادي وده بتعلي برضه دي كتير. وعنده قوه شخصيه حتى. والله بكلمك جد. اصل انت لما بتيجي تشوف شخصيه الطفل اللي شخصيه منكسره واحيانا بتاثر عليه في الدراسه جامد وبتعلم حاجه اسمها اللامبالاه. بيوصل لمرحله اللامبالاه يعني احيانا بتوصل في العيله اشوف طفل يقول لك ايه يعني لامبالاه. كلمه اللامبالاه ايه يعني ديت انت عارف فقدان السيطره دي بيفقد السيطره في الدراسه مجموعه يبقى قليل ايه يعني. واحيانا طفل يبقى منكسر خالص مذلول ما بين الاطفال لانه ممكن يعملها اثناء يعني الاطفال بيذلوه بيها. فدي بتعالج مشكله مهمه جدا تبول الارادي ده. انت نورتني النهارده. انا سعيد جدا وشرفت الناس الحلوه. يا رب يبارك لك. ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة الأستاذ الدكتور علاء إدريس استشاري الجراحة العامة وجراحات التجميل وجراحات تجميل الأعضاء التناسلية كان ضيفي في واحدة من أرقى حلقاتنا وأهمها على الإطلاق. يبقى الإحلال السفلي مشكلة مسكوتة عنها كثيرا في ثقافتنا وغير معلومة. يبقى التبول الإرادي مشكلة كبيرة جدا ومسكوتة عنها في مجتمعنا المصري ومجتمعنا العربي بل في العالم كله. الحقيقة المشكلة دي في صمت في يعني زي ما بيقولوا تعتيم عليها في العيلة نفسها. وده يخلينا أقول إن كتير من الأسر ينبغي أن تعيد حساباتها تاني في هل أنت أو أنت بتعرف تعامل ولادك صح؟ بتتعامل معهم بطريقة سليمة؟ مش هتقدر تلوم الطفل يعني مش ممكن نلوم الطفل ان هو في تبول لا ارادي. اوعى تلومه وتقسو عليه ولا يعني تكون انت اب يعني قاسي تضربه خبطه ولا بتاع. يبقى انت فعلا بتتصرف غلط خطا كبير جدا في حق ابنك او حق بنتك. ناخد بالنا من اللي احنا قلناه النهارده والكشف والاستشاره الطبيه الدقيقه في الموضوع ده مهمه جدا ممكن تغير حياه الطفل او تحميه من أي مساوئ بعد كده. خليكم على الناس الحلوة. الدكتور هشام العزازي أستاذ علاج الألم التداخلي جامعة عين شمس. أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا جدا وموضوع الحقيقة واسع الانتشار شديد الأهمية الألم. احنا هنتكلم النهاردة عن ألم وألم أسفل الظهر وألم الظهر. يعني مين في مصر يا جماعة ظهره ما بيوجعوش؟ احنا بنعمل حاجات بظهرنا أو بنعمل حاجات ممكن تضر الظهر كتير قوي منها الوزن الزيادة ده من أكتر الحاجات. حاجات تانية بقى كتيرة بقى عد معايا. أولا وجدوا أن استخدامات الموبايل وطرق التكلم في الموبايل ممكن تضر الظهر جدا خصوصا الناس بقى اللي بتميل ليه قاعد بيتكلم في الموبايل عامل كده مثلا هو بيشتغل وبيكتب وحط الموبايل. فيعني احنا ناس مفتريين في التعامل مع الموبايل. حاجه تانية الغريبه جدا غسيل الاسنان وغسيل الصحون. الست اللي بتشتغل الميل اللي قدام ده اثناء غسيل الاسنان لقوا انه مضر للظهر. وبرده غسيل الصحون واللفه بتاعه ان انا بغسل وبنقل واشيل بقى حاجات كتيره طلعت مضره جدا للظهر. برضو تخزين ورفع الاشياء في البيت لقوا ان الستات بيعملوا زي اخونا دوت وغيره وغيره بيشيل حاجات يشيل كرسي مش عارف ايه يخزن بضايع. طبعا دي في منتهى الخطوره. الحته برضو اللي عجبتني قوي وضع الولاد الصغيرين جوه العربيه الميل والتوطيه وحركة يعني برضو دي مش عارف لها حل. لأنه أنا لما الأم أو الأب يجي يدخل ابنه جوه العربية هو بيوطي وبيميل وبيعمل حركة عايزة لياقة بدنية وقوة عضلية خاصة جدا. فده ممكن يضر له ظهره جدا. وبرضو غسيل النوافذ بيضر لأنه أكيد في حركة تحتاج توطية وميل وبندنج وبتاع والكلام ده كله. في النهاية مش بس دول ناس كتير قوي ظهرهم بيوجعهم. طيب عندهم ديسك عندهم مشكلة
في العالم دلوقتي علم مهم جدا بقاله سنين طويلة موجود وفي مصر برضو وناس كتير ما تعرفش عنه حاجة، اسمه علم علاج الألم. ده مهم قوي طبعا بعد التشخيص، نحن أطباء بيهمنا جدا التشخيص، لكن علم علاج الألم ده هنفهمه النهاردة من واحد من رواد هذا العلم، واحد من الكبار على المستوى المصري والعربي والإقليمي. أنا سعيد جدا بحوار من طراز رفيع مع اسم كبير في علم كبير، علم علاج الألم ده علم خطير جدا ومهم للغاية ومتنوع للغاية. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور هشام العزازي، أستاذ علاج الألم التداخلي بكلية الطب جامعة عين شمس، الاسم الكبير والرائد القدير لهذا المجال. أهلا بيك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بيك. كل الناس ظهرها بتوجعها، كثير من الناس، احنا بنسيء استخدام ظهرنا صح؟ ده حضرتك بتقول مقدمة رائعة. ربنا يخليك. وأضيف عليها الجيم. بيجي لي ناس يعني شباب وبيلعب جيم، وتلاقيه بيلعب الجيم غلط، مدرب مش فاهم يخليه يشيل اثقال غلط، دي بقت منتشره برضو. فطبعا الام الظهر دي والرقبه والموبايل، حضرتك قلت برضو الموبايل، الحاجات دي مهمه جدا. انا ليا تجربه في الجيم دي لا انساها. لا انساها. اقول لحضرتك اللي بيحصل في الجيم ايه. رحت مره وانا يعني بلعب ملاكمه، بس مش راجل كبير، مش صغير في السن يعني، فروحت اتمرن في جيم من الجيم، جيم مشهور قوي. دخلت على جهاز رفع اثقال بيحطوا فيه الاثقال. فلقيت واحد هو اقل ما يتقال عليه ان هو ما بين البشر وما بين الكائنات الفضائيه، حاجه اطول مني وانا طويل ضخم، وادي اربع مرات وكله عضلات، يعني بطل، يعني واضح ان ده بطل مصر او بطل العالم في كل حاجه يعني. داخل بيتمرن على نفس الجهاز اللي انا بتمرن عليه، وقال لي جمله لطيفه، قال لي يلا 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 مكبتن مع بعضينا. فانا طبعا ايه يعني انا برضو ايه الحمقه، حط 500 حاجه كده وبدا هو يشيلها، وقال لي يلا عاش. ادخل في منتهى الخطوره طبعا. انا اتخورت وحبيت ان انا اشوف، قلت يمكن اعرف اشيلها، ما عرفتش احركها. قلت له عاش انت، عاش وربنا انا جالي خليك لينا يا باشا. الشهر اللي فات طفل 15 سنه وعنده اكيوت ديسك، ديسك حاد 15 سنه والناس محوله دكتور مخ واعصاب، وبعدين قال لك هعمل له عمليه ازاي، ده 15 انفجار في الديسك، يعني انفجار في الديسك من شيل غلط. يعني برغم ان هو في السن ده يعني لسه الغضاريف المفروض ما يشتكيش من حاجه. ولا هو حاجه مهمه جدا، اعداد غلط، شيل غلط، موبايل غلط، نومه غلط، اسباب كتيره تخلي الديسك يظهر في الرقبه وفي الظهر. سؤالين مهمين قوي. التخصص علاج الالم التداخلي، هذا هو صحه العالم الان. السؤال الاول. السؤال الثاني، نوع معين من الألم مهم جدا هو ألم العمود الفقري. تمام. أنا عايز حضرتك تشرح لنا السؤال الأول والثاني. علاج الألم ده علم جديد نسبيا في الطب، كان زمان كل تخصص يعالج الألم بتاعه. دلوقتي لا، بقى الألم وبالذات الألم المزمنة بقى ليها دكتور مخصوص يعالجها. الألم بيتنقل عن طريق الأعصاب، فشغل علاج الألم التداخلي العمل على الأعصاب الملتهبة اللي فيها اللي بتني للوجه. بنعالج بقى آلام العمود الفقري، الصداع، آلام الحزام الناري، آلام تانية كتيرة جدا، آلام الكانسر بأنواعه، آلام المفاصل. وأشهرهم يعني أقدر أقول إن 50% 60% من مريدي أو اللي بيروحوا لعيادات علاج الألم علاج عمود فقري، وبالأخص المنطقة القطنية اللي هي أسفل الظهر. وكانوا زمان الاتجاه الوحيد انه يخش يعمل عمليه ولا يجي له غضروف او كده، دلوقتي الموضوع تطور والعلم كله بيتجه الى بنسميها مينيمال انفيزيف سيرجري، ان انا بدل ما اعمل مراره مفتوحه بعملها بالمنظار، بدل ما اعمل الركبه عمليه مفتوحه بعملها بالمنظار. نفس الكلام في العمود الفقري، وفي عمليات لا لازم تبقى مفتوحه، في عمليات تانية لا ممكن اعملها بابر تخش للغضروف اللي فيه مشكله والعصب اللي فيه مشكله ونعالجه باجهزه جديده. وده التطور بقى، ده الحاجات الجديده اللي بتحصل، لان يعني تخيل بقى فتره نقاهه احسن عن يخرج في المستشفى بسرعه. فطبعا العلاج الغضاريف بالطريقه الجديده اللي هي كوبليشن او كواجيليشن اند ابليشن بتخلي المريض بيشنت ساتسفاكشن وارضائه هو يبقى احسن، نتائج اف دي ابروفد في
كل العالم. الامريكا كفود اند دراج ادمنستريشن موافق عليها، دبليو اتش او موافق عليها، فهي مش تجارب، مش يعدينا مرحله التجارب، هي حاجات ثابته وفيكسد جدا ونتائجها واضحه. ولازم زي ما انت برضه حضرتك قلت في الاول ان التشخيص مهم، التشخيص مهم جدا، ان انا اشخص الاول وبعدين ابتدي اتعامل مع المشكله اللي عند العيان. فدي حاجه من الحاجات الاساسيه، يعني كل الناس عندها الم في ظهرها، الظهر ده فيه جلد، فيه عضلات، فيه عظم، فيه مفاصل، فيه اعصاب، فيه غضاريف. المشكله جايه منين؟ لازم اللي بيشخص يشخص صح الاول، بعد ما يشخص صح كل حاجه ليها مشكلتها. من اشهر المشاكل في العمود الفقري اللي هو اكتر حتتين بيتحركوا، الرقبه والظهر واسفل الظهر، دول بيتحركوا كتير وبالتالي تظهر فيهم الغضاريف. الناس بقى بتسميها غضروف، تسميها ديسك، تسميها اي حاجه، لكن هو في النهايه هي دي بتبقى من اهم من مشاكل الورده. وزي ما وضحت ان كان في الاول عمليات مفتوحه، عمليه العيان يقعد له فيها ساعه ساعتين بجرح، يطلع بعديها يقعد في المستشفى يومين، وبعد فتره نقاهه طويله وتغيير على جرح وبتاع. دلوقتي بقى تطور، بس مش كل الحالات تنفع لها، عشان برضو ما اظلمش الجراحه، لا الجراحه مهمه في حالات معينه، وعلاج الالم والكوبليشن مهمه في حالات تانية معينه. الاسباب والاعراض الخاصه بالالم، الاسباب اتكلمنا عليها، الشيل الغلط، حضرتك قلت في المقدمه انه عامل بيخزن حاجه غلط، ده مشهوره جدا. يعني من اكتر المرضى اللي بيقولي في العياده العمال في المخازن يشيلوا غلط، وانه يوطي غلط، المفروض يوطي بطريقه فيكسد واضحه ان ظهره يبقى مفرود. النومه الغلط، انه قاعد نايم قدام التلفزيون فساند ظهره بطريقه معينه على الانتريه، مسكه الموبايل، الرقبه دي ربنا خلقها تبقى واقفه، حتى لو عملت حركه لتحت او لفوق تبقى مؤقته. لكن تخيل واحد ماسك موبايل لمده نص ساعه بيلعب لعبه، فعامل راسه كده وماسك موبايل، الاسترين والفليكشن ورقبته والعضلات بتاعت رقبته دي، وبعدين العضلات تقلب بقى بمفاصل، تيجي له خشونه في مفاصل. من اهم الاسباب الوضع الغلط والشيل الغلط ومسك الموبايل غلط والقعده على الكمبيوتر، ان الكمبيوتر بيبقى واطي وهو راسه كاتب او حد على اكاونتنج او اي حاجه محاسبه او كده. دي من اهم الاسباب اللي بتاثر في العمود الفقري وتخلي المريض يشتكي. في سؤال مهم جدا، لو انسان عنده مشاكل في ظهره، الم في ظهره ومهمله خلاص، سايبه بياخد مسكنات، سايبه بيعمل حاجات اللي هي قربه ميه سخنه وبتاع وكده، ايه خطوره، ايه المضاعفات اللي تحصل؟ الغضروف ده في مكان حساس جدا في العمود الفقري، ربنا خلقه عشان يمتص الصدمات. ان احنا لما بنتحرك او نمشي او ننط او نشيل حاجه، هو كوشن يعني يمتص الصدمه، اتحرك من مكانه وساده. فاحنا عندنا في ظهرنا كذا وساده بقى، اتحرك من مكانه وزق على العصب. الاعيان الاول يشتكي بالم، تنميل وبعدين الم. لو الموضوع اهمل، الغضروف ده يدوس اكتر، يبتدي يعمل ضعف في الحركه، يبتدي العين يبقى عنده سقوط في القدم او في ايده، تبقى حركتها اضعف، وده اللي مهمل يبتدي مشاكل الحركيه تظهر، وبعديها مشاكل التحكم في البول، لان في نفس العمود الفقري ده طالع منه الاعصاب المسؤوله عن التحكم في البول. فتلاقي من ضمن المشكله ان العين يقول لك انا ما بتحكمش في البول، عندي صوت في القدم. دي كلها مشاكل، ولو سابها ممكن تبقى دائمه بقى، يبقى العيان ايه الاول بتبقى مؤقته، ممكن يرجع لو رجله نزلت او عنده صوت في القدم، لا لما يلحق نفسه في العلاج. المشكله الثانيه بقى المسكنات، المسكنات دي العيان يقول لك دي اسمها ادويه العظم، بتوجع المعده، واللي هم يمكن الناس مش عارفاها كتير، بتوجع الكلى، لان المسكنات دي خطورتها على الكلى ده بتضرها. والعيان ده مزمن، يقول لك انا ظهري بقى له سنتين، بقى له ثلاثه، فاقول له انت بتاخد ايه؟ يقول لي انا باخد نوعين ثلاثه اربعه مسكنات في اليوم وبقى لي سنتين. فانا اول حاجه بقولها له روح حلل الكلى، نعمل تحليل عشان نطمن، لان طبعا ما ينفعش. شوف وظائف يعني الكلى اخبار هي. وظائف الكلى، لانه ما ينفعش انه ياخد مسكنات. طب ما احنا لازم حل. فيقول لي ما انا مش لاقي حل، بقول له لا الحل عندي. علاج الالم هو ده العلم عشان يحل المشاكل الالام المزمنه.
ان هو يوفر له مسكنات يلحقه في المرحله الاولانيه، يوجهه ان هو يروح منه الالم، احساس رخم، احساس وحش سيء، ممكن ديسابيلتي ما يروحش الشغل، ما يروحش الشغل. ازاي نشخص المشكله؟ هو اي الم يجي عند واحد في ظهره او في رقبته، الطبيعي انه يقول انا هعمل ايه، هعمل اخد مسكنات، يروح لاي صيدلي وياخد مسكن. يوم يومين ثلاثه وضع طال، لازم يروح لدكتور. الدكتور بيبقى في اختبارات بيعملها، يقدر يعرف والله انا ارفع رجليك، اختبارات بقى عديده يعني للوصول لسبب الالم ايه. اغلب الناس الالم بيبقى سبازم عادي في العضلات نتيجه قعده غلط، نتيجه أفشل. سواقه لكن الموضوع بيتطور، قفشه في العضله، سبازم يعني قفشه، سبازم في العضله، قفشه في العضله. بعد كده تلاقي ان هو لا لازم نعمل بقى فحوصات، ده الالم مستمر مش قادر يروح، في تنميل. وصف الالم مهم جدا ومكانه، هل هو في ظهره بس ولا ظهره ورجليه. فيبتدي لما يروح لدكتور متخصص يبتدي يطلب منه اشعاعات، الاشعاعات اللي بنحبها جدا الاشعه العاديه، نمره واحد، نمره اتنين اشعه رنين مغناطيسي. رنين مغناطيسي مستو عن الاشعه السي تي او بنسميها الاشعه المقطعيه، انه بيبين لي الخلايا والانسجه الطريه مش العظم، فاقدر اشوف العمود الفقري، اقدر اشوف الغضروف لانه من انسجه طريه، اقدر اشوف الاعصاب وخروجها وخروجها من الظهر، هل متداس عليها ولا لا بالتفصيل، فنقدر نكتشف المشكله. ولكن وهي عيان عمل رنين بقاله سنه ولا ممكن نعيده، ممكن نطلب تاني رنين تاني. اذا هي في الاخر نتيجه كومباينيشن او يعني اجتماع ما بين تشخيص اكلينيكي وتشخيص بالفحوصات واهمها الاشعه العاديه والرنين. ناتي للجزء المهم قوي بقى في حلقتنا النهارده، ايه اللي بيوفره علم علاج الالم من احدث الطرق في التعامل مع مشاكل؟ كان الاول اللي عنده الم في ظهره ما قدموش غير سكتين، ادويه ومسكنات وقلنا مشاكلها، او عمليه جراحيه. مش كل الحالات تنفع فيها عمليه جراحيه، لاما عنده كذا ليفل، كذا مستوى، يعني الفقرات القطنيه دي لو بنتكلم عليها خمسه، الفقرات العنقيه سبعه، فاذا العيان اللي عنده خمسه ليفل او خمسه مستوى ما هيعمل عمليه فين ولا فين ولا فين. او النوع الثاني ان المريض المرض اللي عنده خفيف مش مستاهل ان انا افتح ظهره، اذا انا اعرض مثلا زي الطفل اللي بيقول لحضرتك 15 سنه ده، افتح ظهره 15 سنه عشان اعمل له ديسك؟ يعني اي حد يمسك الجراح ده هيقول له انت بتعمل جريمه. الحاجه الثالثه الناحيه المرضيه الشديده، يعني عين عنده القلب، عنده الضغط، عنده سكر، تخين قوي، مش قادر يستحمل عمليه مفتوحه. ابتدى بقى يخش هنا علم علاج الالم. طب انا اعالج الاعصاب، بتتعالج بجهاز اسمه التردد الحراري. الاعصاب دي ملتهبه، متداس عليها، منمله، مديه الم في العيان، فبنعمل بابر بدون فتح، ببنج موضعي زي بنج الاسنان بالظبط. الابره توصل لحد العصب تحت جهاز اشعه او جهاز سونار حسب بقى ما بنشتغل ازاي، والابره لما توصل للعصب بنشغل الجهاز، يبقى انا الجهاز ده بيطلع ذبذبات راديو فريكوانسي، ذبذبات راديو بس ذبذبات معينه. الراديو ده تردد صوتي، تردد صوتي، يعني ده احدث حاجه ان هو بيعالج العصب ويخليه ما ينقلش الم. وفي منه انواع، نفس الجهاز بيطلع نوعين، تو مودز او تو او نوعين مختلفين من الاكشن. ده اشتغلنا على العصب. طب والغضروف نفسه اللي ضاغط ده؟ لا ده ممكن بقى نشتغل عليه بابره برضو بدون فتح، واوصل للغضروف بالابره والمريض يبقى قاعد صاحي ونايم على وشه معايا لمده نص ساعه، ساعه الا ربع، والابره لما توصل للغضروف في جهاز اللي هو الكوبليشن ده ياكل قلب الغضروف بدون فتح. يبقى انا بدل ما كنت بفتح واوصل للغضروف بالات وقعد العيان فتره نقاهه وعمليه ووقت طويل، لا انا يعني ما اخش بالابره. الابره يمكن حضرتك شايف دلوقتي الابره داخله جوه الغضروف و الجهاز بياكل قلب الغضروف اللي هو المنطقة اللي هي بسميها قلب الغضروف اللي هي بتضغط على العصب اللي نازل على الرجلية. العملية دي كلها تستغرق 45 دقيقة
لو كان كذا ليفل نقول ساعة كذا ليفل يعني أكتر من أكتر ديسك. من مستوى أكتر من ديسك. العين يخرج من أوضة العمليات اللي هي ساعة قعدها معايا وهو صاحي، وساعات بنشغل أغاني دي حقيقة، شغل اغاني ام كلثوم بتاع بقى عيان في اوضه العمليات ما بتبقاش معروفه. احنا البروتوكول بتاعه ان نبدا الاول جزء القران في الاول وبعدين بعد ما نخلص الوتر بتاعنا الواجب بتاعنا عايزين ندخل لا فيروز لا ام كلثوم. بتشيل التوتر من العين جدا، بس كله مش لا فيروز لا ام كلثوم. وبعدين بالظبط كده، وبعدين العين يقول لي هو انت بتعمل ايه؟ اقول له انت حاسس بوجع؟ يقول لي لا خالص. بعد ما العمليه بتخلص ال 45 دقيقه دول يطلع على اوضته يلبس هدومه ويمشي. يعني حتى ما فيش قعد في المستشفى اكتر من نص ساعه ساعه ثانيه بعد الاجراء ده. فهو طبعا تطور رهيب في العلم، ان ما بقاش الموضوع ان انا لا ده انا لازم افتح ظهره غرز وجراحه. اذا البنج الموضوعي سمح لنا ان ندخل انواع عديده من المرضى، المرضى الأوبيز التخان جدا، المرضى اللي عندهم القلب والضغط والسكر والامراض التانية الثانويه اللي داخله مع العمود الفقري، فما يستحملش بنج كلي. لا ده هنا الموضوع سهل، اقدر اقعده معايا في المستشفى كلها على بعضها نص ساعه بعد العمليه. طب ما ده حاجه جميله. تاني يوم يمارس حياته الطبيعيه، والتحسن في خلال الاسبوعين الثلاثه اللي بعد العمليه، فالعيان يبقى مش مصدق ان هو عمل عمليه. وفعلا العيان اللي بتنفع له الحكايه دي تلاقيه على طول بعد وهو جاي في المتابعه جاي معاه عيان تاني. يعني دي بتبقى ظاهره جدا، يقول لك لان انا رحت فلان وقال لي هعمل لك عمليه. بعض بقى العيانين للامانه العلميه يجي ونكشف عليه اقول له لا انت لازم يتشال الغضروف جراحه. مش كله، انت عديت مرحله، عديت مرحله الاولانيه، لا لازم جراحه. ففي ناس يتشال لهم بالكوبليشن، في ناس بالجراحه، ولكن اللي في الجراحه دول نسبه اقل، وتنفع عنقي وينفع قطني، يعني ينفع في الرقبه لو غضروف في الرقبه وينفع في الغضروف بنفس الوسيله ونفس الطريقه. ايه الفرق بين الكوبليشن والتردد الحراري؟ التردد الحراري هو جهاز بيطلع ذبذبات الراديو بتشتغل على العصب نفسه، ما يشتغلش على الديسك. ممكن ندخل الابره جوه الديسك بتعمل حرق للديسك بطريقه معينه. كوبليشن جهاز ثاني مختلف عنه تماما، وابره مختلفه تماما، بتخش برضو بالبنج الموضعي داخل الديسك وبحركه معينه ان واوت، يعني بندخل وبنخرج جوه الديسك، بنعمل تراكات جوه الديسك ناكل قلبه من جوه. فهو الكوبليشن مرحله متطوره بس بيشتغل على الديسك بس. هو جهاز حراري ولا جهاز بيطلع ذبذبات؟ هو الذبذبات دي بتطلع حراره. يعني زي الميكرويف كده. فالراديو ده بيطلع حرارات ثابته احنا بنقدر نتحكم فيها، وليها بقى ارقام ومواصفات بطريقه معينه. فهي الاعصاب بنشتغل عليها بدرجات حراره معينه من الجهاز اللي هو التردد الحراري. اما جهاز الكوبليشن ده بيشتغل على الديسك، ما يشتغلش على العصب. فمعظم العيانين اللي عندهم ديسك بينفع لهم الجهازين مع بعض في نفس عدد جلسات بنعمله ولا هي جلسه واحده؟ هي جلسه واحده. وده برضو حاجه جميله، يعني مش بيجي كل اسبوع نيجي نعمل له جلسه، لا هي جلسه واحده. اغلبيه العيانين 80-90% من العيانين بيستفيدوا من اول جلسه. لو عيان احتاجنا نعمله جلسه ثانيه غالبا بتبقى تردد حراري للعصب اللي اتبقى، يعني ممكن عيان عنده 5-6 اعصاب في ظهره لازم هنشتغل عليهم. يبقى مبسوط جدا ان احنا عملناهم، وبعد شهر لما يجي في المتابعه يبقى احنا عاوزين نعمل ايه؟ لا العصب ده لسه، بس دول نسبتهم 10%، 90% هي جلسه واحده. لو حضرتك هتبعت رساله لمرضى الالم الموجود في الظهر يعملوا ايه عشان يستفيدوا من الكوبليشن او التردد الحراري التقنيات الحديثه ويلحقوا نفسهم بدل ما يحصل لهم انهم ينزلقوا في الاحتياج الى جراحه؟ ما هو طبعا زي ما قلنا يشيل صح، الموبايل يمسكه بطريقه سليمه، ويعرف طريقه سليمه مش سليمه بسهوله جدا. اي مفصل في جسمه ما يعملهوش لاقصى حركه ليه، يعني لا رقبته تفضل لفوق ولا رقبته تفضل لتحت فترات طويله. وبالتالي ظهره لا ينام لا يقعد، لكن القعده نص قعده على الكرسي دي متعبه جدا للظهر. ده الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه اول ما يشعر بالام خد مسكن يوم يومين ثلاثه ما راحتش على طول يروح للدكتور متخصص. الحاجه الثالثه ان لو في ضعف في رجليه لاي سبب دي بقى ما يستناش، يجري على طول على الدكتور المتخصص لعلاج الام الظهر والرقبه.
واذا احتاج جراحه انا هيحتاج جراحه هيحتاج اصلها علميا ده لا شيء لابد ان احنا انا نذكره. بقول دايما علاج الالم هو مش بديل للجراحه، هو مكمل للجراحه. كل سيتويشن ليها اللي ما يناسبها بالظبط، كل مريض له تفصيل وهي تكمله يعني انا ببعت عيانين من عيادتي لجراحين وجراحين بيبعتوا عيانين من عيادتهم لي، لان هي تكمله، اللي فاهم يبقى فاهم ان ده بيكمل ده. يعني ما فيش حد بقت لغينا جراحة، لا كلام مش منطقي خالص. انت اسعدتني بوجودك معايا، الله يخليك، وانرت منطقه شايف انه لسه الثقافه المصريه ما ذاكرتش الحته. هقول لحضرتك حاجه، يعني دخل لي عيان، هو طبعا الثقافه المصريه ما يعرفوش علاج الالم قوي يعني، بس ابتدوا يفهموا، هو موجود بره في امريكا بقاله سنين وفي مصر بقاله برضه سنين. يعني احنا رواد المنطقه بالظبط. يعني الثقافه ابتدت تتغير شويه شويه، يعني من قيمه شهرين جالي شاب عنده 14 سنه، فمن ضمن العلاجات اللي بنعملها تعرق اليدين، فهو جاء لوحده العياده. فانا واحد 14 سنه داخل العياده لوحده، فين باباك يا حبيبي، فين مامتك؟ قال لي لا انا دخلت على النت وانا عندي عرق في ايديا، فانا قلت لبابا عاوز اعالج العرق اللي في ايديا، فقال لي لا مفيش حاجه اسمها كده، انت مولود كده هتفضل كده. فاد اول ولد طبعا اجيال جديده بقى دخلت على النت، لقى ان الحكايه دي ليها علاجات تردد حراري، طب لقى اسمي فراح جاي لي العياده لوحده. فقلت له طب وانت عارف انا هعمل ايه؟ قال ايوه انا عارف، هتدخل لي ابره في ظهري في حته معينه وهتروح على العصب السمبساوي. الولد فاهم العمليه قبل ما اتكلم. فقلت له بس خلي بالك يوم العمليه باباك لازم يجي يمضي على الموافقه، انت مش هتشتغل لوحدك. وعملت له العمليه، بقى بابا مش مصدق ان هي ليها علاج. اخر حاجه هقولها ان الالم شعور اجباري كلنا هنشعر بيه، بس المعاناه منه اختياري. انت عاوز تفضل تعاني من الالم هتفضل تعاني من الالم، لكن بتدور على حل. فالمعاناه من الالم دي اختياريه، لكن الالم ده شعور ساعات نقول عليه كويس طبعا، لان بيقول لي ان في مشكله. حلو، الالم شعور اجباري لكن استمرار المعاناه منه هو اختياري، لانه الطب تقدم في هذه المنطقه تقدم مذهل وكبير. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره استاذ الدكتور هشام العزازي، استاذ علاج الالم بكليه الطب التداخلي بكليه الطب بجامعه عين شمس، الرائد القدير لهذا المجال. يبقى لنا حوارات كثيره أكيد. جدا ومتنوعه، لانكم يعني الفيلد بتاعكم ده انتم بتتدخلوا في حاجات كثيره قوي. يعني هنتكلم على صداع النصفي اكيد، هنتكلم على مشاكل الالم بتاع العضلات، ده موال ثاني خالص، العقد العضليه وموالها والى اخره. العصب الخامس، العصب الخامس، وخصوصا في الشتاء العصب يا باشا الشتاء ده مش بيضرب خامس وسابع. العياده بتشتغل على العصب الخامس في الشتاء اكتر من الصيف طبعا. طبعا لا، والشتاء ده بس خامس وسابع واعتقد سادس، هتلاقي جبناها حول. الشتاء فظيع. الشتاء فظيع. دكتور هشام انا اتشرفت بيك، شرف لينا، خليكم دايما على سر حبيبي. اسمح لي أن أرحب بنجوم وايتي. المواطن المصري المواطن العربي بيجي لك غالبا عنده مجموعة من المشاكل، بتعمل لها بلان وخطه وبتاخد البلان بتاعها تشتغل عليه. دي ميزه ان يبقى عندك فريق طبي كبير في مكان واحد. ايه الصعوبات اللي واجهتك في طول 18 سنه اللي فاتت؟ اغلى واعلى راس مال يبقى عندك هو الناس، هو الدكاتره. ده علم. بيقولوا دايما علينا في كل حته في العالم احنا بارعين جدا في العمل الفردي، لكن تعالى في العمل الجماعي بيحصل مشاكل. لا، أهم عامل عشان نقدر نوصل للنتيجة اللي ترضي المريض هي الخطة العلاجية، الوظيفة والشكل. عمل فردي لا أنت فاشل. الابتسامة دي تنفع لفلان ما تنفعش لعلان، ما ينفعش كله بنفس الشكل، كله بنفس الرصة، وده غلط. حضرت كويس يا باشا هتجمل، ما حضرتش كنتم معاه، ولا أنا غلطان؟ إحنا مستحيل هنعرف نحضر الأسنان من غير ما نوصل للديزاين اللي إحنا عاوزينه. احنا اللي بنقرر. الحشوات برضو نفسها مش معموله من ماتيريال واحد. ترتيب الشغل ما بينا دي اهم حاجه في زراعه الاسنان. الفريق ده هل متخيل ان هو هيقرر قرار هيبقى مش مظبوط؟ كل حاله بتجيلنا هي اهم حاله عندنا، فبالتالي لازم تطلع احسن حاله. لازم الدكتور زي ما بقول لحضرتك يبقى فاهم كويس جدا خصائص كل ماده. انا والمريض بس اللي بنصمم التركيبه.
احنا عندنا دلوقتي الحاله بيقعد نتكلم معاه، واحنا بنتكلم معاه 80% من الكشف حصل. ضيفي العزيز نجح بشكل كبير جدا انه يرسي ان طب الاسنان في مصر ينافس بقوه في الشرق الاوسط، بل ربما يتحدى ويصل الى الرياده. هو الفكره ان انت تلاقي منتخب زي ده، منتخب زي ده، منتخب زي ده. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كليه طب الفم والاسنان جامعه القاهره، مدرب معتمد بالجمعيه الدوليه للتصوير الرقمي برلين، عضو الكونغرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك. هي لازم اروح طبعا عشان اهتم بيها يعني وكده. على طول اول ما احس بالام اروح له على طول. لا بستنى لما يبقى في وجع شديد يعني. اكيد لازم اروح للدكتور عشان اعرف بعد كده اكل اعرف اعمل اي حاجه. لا مش هروح للدكتور لا. عشان ما تحصلش مضاعفات بعد كده لا انا بروح لدكتور الاسنان عادي. لا الاسنان لازم نروح للدكتور على طول. لا هاخد مسكنات الاول واغسله، ولو كده لو نفع يعني وتعالج ماشي، لو ما تعالجش اروح للدكتور عشان ما يحصلش وما يزيش ضروس جنبه. لا ضرس وجعنا كده اخلاقه يعني اروح لدكتور اي حاجه يعني. السنان بالذات من الحاجات اللي ما ينفعش فيها غير انها اروح لدكتور يعني. ممكن نغسلها، ممكن ناخد مسكن، ممكن اي علاج، دي اخر حاجه بعد كده بنفكر فيها احنا نروح لدكتور لما نتعب خالص. والله لو هاخد مسكن هاخد مسكن حاجه مؤقته بس، لكن اساسي ان انا لازم اروح للدكتور يعني. فعلا بيعمل مشكله، بس دكاتره الاسنان دايما وقتهم طويل قوي، ودي حاجه بتاثر على الواحد لما بيروح عندهم فعلا يعني. ما بيروحوش على طول يعني، بيستنوا شويه بقى لحد ما الالم يوجعهم قوي اهلا بكم النهارده، يوم مهم جدا في عالم طب الاسنان. خلي بالكم ان ويليام بروفت قال في كتابه طب تقويم الاسنان المعاصر، قال مضمون مهم جدا ان المظهر له تاثير على الانطباع، واتكلم على فكره المدرسين والمدرسات، فكره الانطباع بتاع التدريس، ان المدرس والمدرسه لما بيدخلوا ويشوفوا اسنان جيده في عند امتحانهم لتلامذتهم بيدوا لهم درجات افضل. ده مهم جدا. برضو السينما انطباعات الناس بتخلقها الأسنان في أكتر من شخصية، يعني مثلا الناس بتوع والت ديزني لما بيعملوا عندهم دول ملوك الكاركتر، يعني دول اللي عملوا التغييرات المهمة جدا في شكل أي حد. لما تشوفوا مثلا توم هانكس في أفلام اللي عملها في والت ديزني غيروا شكله، لما تشوف مثلا جوني ديب في افلام اللي شبه والت ديزني كان عمل مع والت ديزني ولا بيغيروا شكله، بيغيروا الكاركتر بتاعه. فلما بيعملوا الساحره الشريره لهم كاركتر لازم يدوها انطباعات، معظمها في الاسنان، اسنان مدببه فيها فراغات سودة او مصفره. الانسان الغبي يعني لما تيجي تشوفه في فيلم رائع جدا اسمه كان بتاع جوني ديب، كان بيشتغل اللي هو بيقوم فيه بدور حلاق، وفيلم رائع جدا. الراجل اللي بيمثل دور الفاسد او الرجل الفاسد او الضابط الفاسد في الفيلم ده كانت سنانه هي الكاميرا معظم الوقت جايه على سنانه. جشع، الفروقات، البروزات، الاصفرار، الشكل الغريب تعبر عن الجشع. احنا في مصر هنا بنعمل ده يعني. جنة الشياطين فيلم الرائع اللي عمله الأستاذ محمود حميد عبقري السينما المصري، الراجل عشان يعمل دور واحد متشرد عمل حاجة فظيعة طبعا في الطب، خلع أسنانه شالها. طبعا دلوقتي ما بيعملوش الخلع ده يعني لكن بيسودوا المكان على أساس يبان إنه ما فيش سنان، في سواد. ده اسمه انطباع، ولذلك الأسنان نوصل للنتيجة هي المعبر الأساسي عن الشخصية، المعبر الأساسي عن الإحساس. هنفهم الكلام ده وأكتر منه النهاردة في حوار مثير للغاية مع ضيفي العزيز الصديق والزميل العزيز وطبعا يعني عشرة العمر دكتور نور الدين مصطفى. أهلا بيك يا دكتور. حبيبي نورني. أخبارك إيه؟ وأنا عارف إنت طيب. وأنت طيب. بتحب السينما أنت وبتحب الحاجات طبعا. وليك أنت فن. يعني جانب فني مهم طبعا جدا. اقوله انت بتكتب شعر، انت محترف اساسا وعملت يعني اغنيات. هي هوايه. ايوه بس عملت اغنيات. في حاجات موجوده في في سوق الاغاني محمد محي
وجنات وجنات يعني هو الفن كله منفذ في بعضه. ده لا ده انا بتكلم على الاغنيات. انا بقول لك ما هو الفن كله منفذ في بعضه، سواء بقى اسنان، ما هي الاسنان فن، سواء اي موهبه فنيه تانية، في الاخر بيبقى عندك حس الفنان. الوسط الفني كله بيعمل سنان معظمه. لو عمل سنانه غلط ممكن يعمل يعني يحصل له كارثه في التعبير. متهيألي احنا شفنا كتير ناس شكلها اتغير وناس بقت ضحكتها مش طبيعيه كتير موجود في السينما وفي الاعلام وفي التلفزيون. ناس كتير عملت اسنانها بشكل غلط والناس بتعلق عليهم والناس بتجنن تقول انا مش عايز اسناني زي فلانه. يعني اكبر دليل على الفشل ان تبقى هي مضرب للمثل في الفشل، في فشل فشل شكلها. انا مش عايزه اعمل سناني زي فلانه، دي معناه انها اخطات في حق نفسها، اخطات في اختيار الدكتور اللي عمل لها اسنانها، اخطات في قبولها للشكل اللي مش طبيعي لها وصلت. اخترت النهارده ستايل معين في الحلقات ان احنا نحكي كيس. ليه اشمعنى لاول مره يمكن في الاسنان نحكي قصص؟ اشمعنى؟ علشان دي الاقرب لوصول الناس. يعني الكيسز دي او الناس اللي بتسال هي ناس موجوده على ارض الواقع، عندها مخاوف وعندها استفسارات، احنا عايزين نبقى قريبين منهم. فاخترنا ان احنا يبقى حالات او ناس بتسالنا بحيث نجاوب عليهم، لان دي ناس كلها موجوده في على ارض الواقع، مش حاجات اسئله احنا اللي عايزين نقولها. طيب هنبدا الاول. اول سؤال في عادتنا النهارده بيحكي بيقول انا عملت تجميل في اسناني لكن سناني شكلها مش طبيعي، واكثر من شخص سالني عملت ايه في اسنانك، ايه الحل عشان ارجعهم تاني للشكل الطبيعي؟ تمام، خلينا نتفق ان احنا حتى لو عملنا اسناننا بشكل خاطئ فاحنا نقدر نرجع للشكل الطبيعي. لازم الاول الناس تفهم ان التجميل او مجازا هوليوود سمايل او اي اسم بيتقال على عنصر التجميل بتاعنا، هو في الاخر هو الحصول على ابتسامه مثاليه فت عليا انا. ما ينفعش اكون عامل لك اسنانك وعاملها لاخوك وعاملها لابن عمك وعاملها لمجموعه من الناس، زي ما بنشوف كده تلاقي العشرين حاله بتخش عند دكتور يخرجوا نفس الشكل، ده مش مظبوط. الابتسامه بتتفصل للواحد. تمام. طيب الابتسامه بتتفصل للواحد اصلا ازاي؟ لازم يكون الدكتور نفسه عارف الشكل الطبيعي للسنه ايه. الشكل التشريحي والتعامل مع الضوء لازم يكون فاهم الكلام ده، علشان لما يجي يعمل تجميل تتفاعل وتديني نفس الشكل اللي الاسنان الطبيعيه اللي ربنا خلقها. لو انا بعدت عن المضمون ده انا عملت تجميل فاشل. يعني خلي دايما المضمون الاساسي هو الحصول على ابتسامه مثاليه طبيعيه تبقى خلفيه ليا، ما تبقاش هي المتصدره المشهد. دايما لما نبقى بنتكلم مع بعض وانت بتضحك ابقى باصص في عينك مش سنانك اللي واخده عينيا. لو سنانك واخده عينيا لاي سبب، على فكره ممكن تكون سنانك طبيعيه واخده عينيا لان لونها مثلا اصفر بزياده عن الكاركتر بتاعك، ما هتاخد عيني برضو. يعني مش معنى ان كل الاسنان الطبيعيه انها حلوه، لا احنا بنتكلم على الاسنان الطبيعيه الايديال اللي اتعلمناها، اللي هي بتدينا انطباع زي ما انت قلت، الشكل بيدينا انطباع. لما اتعمل سيرفي عن احسن الاشكال واحسن الانطباعات وصلنا لمجموعه من الاشكال هي دي الطبيعيه اللي شكلها حلو، اللي علاقتها ببعض متناسقه، علاقتها باللثه متناسقه، علاقتها ككل مع بعض مع الابتسامه متناسقه، علاقه الابتسامه كلها مع الوش متناسقه. ده علم لازم اكون درسه، بالاضافه زي ما قلت لك انك لازم تكون عارف شكل الاسنان الطبيعيه شكله ايه. عشان كده احنا جايبين صور بنوري اشكال سنان، مش احنا دي اسنان في الحقيقه، يعني دي الاسنان الطبيعيه، عشان لما نيجي نتنقل ان احنا هنعمل اسنان لازم نعمل الشكل الطبيعي ده. السؤال الثاني بقى سؤال او قصه مهمه. بنت بتقول انا عايز اعمل تجميل سنان. تمام. شلتي واصحابي حذروني قالوا لا ما تعمليش، لانه في بنات كتير من شلل تانية منافسه عملت سنانها وطلعوا مش حلو. شكلهم مش حلو. وقعدوا طبعا يناموا عليه. ما هو خلينا نتفق على حاجه. اي حاجه بتبقى ترندي او عليها اقبال كبير بيبدا غير المتخصصين يشتغلوا فيها، لانه خلاص سوق مفتوح. ودايما الناس خلينا دايما نتفق ان المتخصص اللي بيستعمل مواد ستاندرد او مواد معتمده بيبقى له يعني تكلفه معينه. واحنا هنا في مصر او في الوطن العربي ملوك الخصم والحاجات دي. انا دايما عندي راي ان الخصم في البدله، في
في الجزمه مش في صحتي، لان الخصم في ان انا ابقى دايما بدور على الخصم او بدور على الارخص، فانا برخص من صحتي نفسها وبخصم من صحتي وبخصم من عمر المنتج اللي انا اخدته. فطبعا تدخل في مجال التجميل وفي كل المجالات على فكره، مش مجال التجميل بس، في مجال التجميل وفي الزراعه وفي مجال الطب كله، اي حاجه بتبقى ترندي بتلاقي ناس غير متخصصه بتخش فيها. النتيجه منتجات شكلا ووظيفه خاطئه، فالناس توهمت ان العيب في التجميل، انما عمر العيب مش عمر العيب مكان في التجميل. انا هوريكم الصور اللي بتورينا التجميل شكله عامل ازاي، اللي هيشوف ان التجميل ده مش طبيعي يبقى فعلا التجميل نفسه فيه مشكله. لكن في دكاتره كتير في مصر معتمده وفي الوطن العربي معتمده بتدينا منتجات للتجميل طبيعي، دي اسنان طبيعيه. اللي عايزين نقوله ايه، زي ما انت شايف السنه الطبيعيه في بعض الاسنان بيبقى فيها شفافيه، الجزء الانسايزل زي ما انت شايف شفاف. هنشوف صوره تانية عشان انا اوريكم دي، ده نوع تاني من انواع الشفافيه. خدت بالك ان الاولاني كان شفاف بطريقه وده شفاف بطريقه تانية، بس ستيل عندي حاجه اسمها ايه، الشفافيه. لازم نبقى فاهمين ان السنه الطبيعيه ربنا خلقها لما بتتفاعل مع الضوء تعمل ثلاث حاجات، بتمتص جزء وبتعكس جزء وبتعدي جزء. الجزء اللي بيعدي ده هو اللي مدينا الشكل الحي للسنه. هنشوف شكل هنا بقى، دي اسنان معموله تجميل. انت شفت الاسنان الطبيعيه وده اسنان معموله تجميل. احنا بنحاول نوصل ليه؟ بنحاول نوصل للشكل الطبيعي اللي ربنا خلقه، فيها الجزء الشفاف متناغمه مع شكل الابتسامه بتاعتنا، لونها طبيعي. لان خص بقى ان انا اروح اعمل الالوان اللي هي الابيض التباشير وابيض الثلاجه وابيض التشوكليتس، ده مش تجميل. زي ما انت شايف دي اسنان معموله، انا وريتك في الاول اسنان مش معموله، دي اسنان معموله. الاسنان فيها التعريج الطبيعيه ايديال مرصوصه صح. هنا لازم يكون الدكتور عارف ال 21 كرايتيريا للتجميل السليم، اللي هو الميد لاين خط المنتصف فين، علاقه طول السنه لعرضها، علاقه السنه اللاترال بالسنه السنترال، علاقه الاسنان باللثه، علاقه لون الاسنان. تشيك ليست كده انت عمال تعدي عليها علشان توصل ان انت عندك اسنان ايديال، دي اسنان معموله، يعني دي اسنان تجميل. فالعيب مش في التجميل، العيب ان انا اروح لدكتور مش متخصص في التجميل، وهم بقوا موجودين يعني الحمد لله الوطن العربي ومصر فيها دكاتره شاطره في التجميل. اهم حاجه ايه، انا دايما اي حد يسالني اختار دكتور التجميل ازاي، اختار دكتور التجميل زي ما بختار مهندس الديكور بتاعي. اول حاجه بسال مهندس الديكور ايه، بقول له وريني شغلك، صح كده، مش هروح سليمه بيتي، بقول له وريني شغلك، ولو شغله عجبني بقول له يلا نشتغل. ازاي بروح اشتغل عند دكتور انا ما شفتلوش حالات وما عندوش حالات والبروفايل بتاعه كله ديفيليه مثلا، انت رايح لدكتور اسنان مش رايح لعارض ازياء مثلا. لما اكون رايح لعارض ازياء اشوف البدله والجاكيت والطبيعه، لا انا رايح لدكتور اسنان يبقى بشوف شغل، يبقى انا رايح اتفرج على شغل. دي اسنان معموله، شايف كميه يعني شايف التعريج اللي جوه السنه، السنان دي كلها معموله هاند ميد مش معموله بمكن. لان انا في التجميل انا ما بحبش المكن، المكن يفيدني جدا سرعه ودقه لما اكون بعمل اسنان خلفيه، لكن عايز اعمل جمال، الجمال دايما هاند ميد. دي حاله كانت عامله تجميل زي ما انت شايف، اللي فوق ده تجميل، ده اللي بيخوف الناس، التجميل اللي فوق ده. الحاله النص الفوقاني ده كان عامل تجميل، يعني مش سنان طبيعي، دي مش سنان، ينفع دي تبقى شكل سنان طبيعيه؟ ده تجميل، ده يدعي يعني يدعي اللي عملها ويدعي وتدعي اللي عاملاه انها كانت عامله تجميل. بص الفرق بين اللي فوق واللي تحت، هي نفس الحاله. ما كان مأساة كبيرة يعني. اللي تحت أسنان طبيعية. طبعا. بتتفرج على أسنان. الماتيريال نفسها مختلفة. الماتيريال مختلفة لأن اللي فوق أصلاً. تصميم مختلف. اللي فوق أصلاً الماتيريال غلط، لأنها ماتيريال بلاستيكية وهي أسوأ أنواع التجميل في العالم. بلاستيكية. أصفرت، بتجمع بواقي أكل زي ما أنت شايف، بتعمل التهابات في اللثة، شايف اللثة كلها. ملتهبة. وفي خطوط حمراء غريبة كده. اللي تحت بقى اتبنت السنة
تاخدها تعملها هاند ميد، بتبني طبقه على طبقه على طبقه، لان الاسنان اللي ربنا خلقها هي طبقات، هي مش بلوك، هي طبقه عليها طبقه عليها طبقه، وليها توزيع، حاجه اسمها دنتين وانامل ليهم توزيع معين لازم تحافظ عليه عشان يطلع الشكل طبيعي. طول ما انت مش طول ما انت عايز تبعد عن الشكل الطبيعي فانت بتعمل تجميل غير طبيعي. عايز اقول لك ان الفرق ما بين الانسان والقرد هما في الجينات 99% زي بعض، صح؟ مش هما في الجينات كده؟ الفرق بينهم توزيع الشعر، شكل الجمجمه حاجات خفيفه جدا، بس ده انسان وده قرد. برضو في التجميل الفرق ممكن يكون طفيف جدا، بس ده تجميل حقيقي طبيعي، وده تجميل فيك، ده تجميل تباشير، ده تجميل ما فيهوش تناسق، ده تجميل ما يليقش عليا، ده تجميل لونه بعيد تماما عن لون بياض عيني. كل التفاصيل دي تخلينا نحصل على المنتجات اللي مخوفه الناس، انما التجميل كتجميل لا، التجميل هو ان انا بلبس حاجه حلوه عليا، حاجه فت، ده شكل اسنان طبيعيه يعني، دي مش معموله. فانا بوريك، عمال اجيب لك سنان معموله، سنان مش معموله، عشان اوريك ان اقدر اعمل بالتجميل سنان شكلها طبيعي، دي اسنان طبيعيه ما اتعملتش، فيها التعريج الطبيعيه، فيها الجزء الشفاف. ده اللي احنا بنحاول دايما، حاول قرب على قد ما تقدر من الجمال اللي ربنا خلقه. كل ما تقرب من الجمال اللي ربنا خلقه كل ما تاخد نتيجه صح. امبارح لسه صديقه من دوله عربيه بتعرف، لسه بتعرف عليها، بتسلم عليا، انا مش شايف حاجه غير سنانها. اه معموله غلط. طب ما هو ما دام انت مش شايف غير سنانها تبقى هي غلط، لان المفروض ما تشوفهاش. اه يعني سلمت عليها في اول في اول حفله مش شايف غير سنة، جه في اخر حفله بتسلم عليها تاني بقولها من حضرتك. ما انا مش شايف بقى. انت عارف سنانها. انا يعني انا عرفتها بالسنان، السنان هي اللي مصرفه. زي ما قلت لك قبل كده، الابتسامه هي خلفيه لا تتصدر المشهد، لازم تكون مريحه لعيني. ما تاخدش عينيا. تباشير ده كارثه. لا الابيض والتشيكليتس بقى اللي هو الاستشيكليتس تقال على اللون وعلى التفاصيل لانها بلاطه ما فيهاش اي تعريج. احنا السنان الطبيعيه فيها تموجات. الناس اللي دارسه اضاءه لما بيجي يصورك بيبقى في حاجه معاه، المصور بيبقى معاه حاجه اسمها سوفت بوكس. السوفت بوكس ده مهمته ايه؟ ان الضوء ما ينعكس من على الكيس زي المرايه. هم بيسموها في الاضاءه ان الصوره تلسع. لما بتعمل اسنان مش مظبوطه ما فيهاش التعريج الطبيعيه، ربنا خالق جوه السنه تموجات، التموجات دي تعمل عمل السوفت بوكس اللي هي الضوء لما يخش عليها يحصل له سكاترينج، ما ينعكس، ما يبقاش عامل زي الازازه، ما يبقاش عامل زي التشيكليتس. فحتى لو انت مختار ماده صح وعامل الديزاين صح، بس ما عملتش جوه السنه التموجات الطبيعيه للسطح الطبيعي للسنه اللي ربنا خلقها، فبرضه هتتفاعل مع الضوء بشكل مش مظبوط. السؤال الجاي ده سؤال مهم قوي. بتقول أنا فقدت أسنان، عايز أعمل زراعة، سمعت عن بلازما الزراعة، هل هي طريقة آمنة؟ خلينا بس نتفق على حاجة. أن بيطلع ترويجات وإعلانات ملهاش معنى. الزراعة في الآخر هي زرعة مصنعة من التيتانيوم، بتتحضر في العظم وتتحط جوه العظم، وبننتظر الوقت المناسب لغاية ما يحصل التحام كامل بين الزرعة وبين العظم، تمام؟ البلازما هي حاجة بتتحضر علشان خاطر تتحط على اللسة، علشان خاطر تساعد على الالتئام، على سرعة الالتئام. إنما هي ما بتغيرش، عشان الناس بيضحك عليها يقول له إيه تعالى في جلسة واحدة هنعمل لك الزراعة بالبلازما. فيش حاجة اسمها الزراعة بالبلازما أصلا. الزراعة البلازما هي حاجة بتساعد على الالتئام، إنما تكنيك الزراعة واحد. الزراعه هتتم في 3 شهور يبقى تتم في 3 شهور، هتتم في 6 يبقى تتم في 6، هتبقى فوريه هتبقى فوريه. البلازما لا تغير من التكنيك. طيب هل في حاجه اعلى من البلازما؟ اه في حاجات اعلى من يعني البلازما هي بيتسحب من دم المريض وبتكنيك معين بتطلع البي ار بي اللي هي اللي فيها بلازما ريتش، بلازما بريتلس ريتش بلازما، او بلازما غنيه بالصفائح الدمويه. حلو، دي متجمع فيها الجروث فاكتور بتاع الجسم. فانت لما تحطها في مكان الجرح بيلم بسرعه، لانه جروث فاكتور بيعمل التئام سريع. الاقوى منه بقى البي ار اف، البلازما
البليتلت ريتش فايبرين دي الاعلى. ليه؟ لان انت بتجيب بقى نسيج كامل مش 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 حقن ده نسيج بقى كامل وبتحطه في مكان الجرح ومركز اكتر في الجروث فاكتورز فبيعمل التئام اكتر. بس الاثنين في الاخر ما نضحكش على الناس، ما اروحش اقول للناس ده خد بالك ده احنا عملنا ثوره علميه في الكون وجبنا البلازما ولا جبنا البي ار اف علشان خاطر احنا غيرنا تكنيك الزراعه. تكنيك الزراعه ما اتغيرش، دي عوامل مساعده على الالتئام. دي دي طريقه تحضير البي ار اف. البي ار اف هو مهمته انه بيساعد على الالتئام مش اكتر، انما ما بيغيرليش للتكنيك ولا نقل ثوره علميه زي ما بلاش نبقى بنبيع. يعني خليك دكتور، خليك دايما اتعامل على انك دكتور، قول الحقيقه العلميه هو حاجه مفيده وبتعمل سرعه التئام. ما تقول المعلومه كده لا بس ليه اقول والثوره العلميه في الاختراع وجبناه وغيرنا العالم ما حصلش ورجعوا ليا ما انا مرجعيه ما هو طالما رجعوا ليا دي دي دي, دي بتوري ان البي ار اف بيساعد ازاي على الالتئام السريع للحاله. انما زي ما قلت لك هو ما غيرش التكنيك. التقنيه هي التقنيه، التقنيه هي التقنيه. زي برضو ايه تيجي لك حالات تقول لك ايه دكتور انت بتزرع بالليزر؟ يعني ايه حاجه بزرع بالليزر؟ ما لو هستعمل الليزر ان انا افتح اللثه ما هو ده ما اسموش زراعه بالليزر، اسمه فتحت اللثه بالليزر. يعني المعلومه انا هفتح الليزر اللثه بالليزر مش اكتر. لكن ازرع بالليزر يعني يعني بعمل دريلنج، يعني عشان التوصيف يبقى صح يعني بحضر جوه العظم بالليزر، وده مش حقيقي. انت بتحضر جوه العظم بنفس الطريقه الكونفنشنال العاديه بتاعتنا اللي بنستعملها. لكن ممكن الليزر لما افتح بيه يبقى مثلا بيقلل البليدنج، بيقلل النزيف، بيقلل الالم، بيساعد على التئام اسرع. اقول لك اه، لكن ما تقوليش دكتور انا عايز تقنيه الزراعه بالليزر، مفيش حاجه اسمها كده اصلا. فعلشان الناس تبقى فاهمه ان في او يفرقوا ما بين حد طالع يعمل ماركتنج وحد بيتكلم طبي. اما الماركتنج ده حاجه سخيفه جدا جدا. انا شايف في الطب يعني خليني صريح، خليني اقول لك المعلومه اقول لك المعلومه صح. انت عايز انت عايز تاخد كلام علمي وتشتغل بيه اهلا وسهلا، عايز تروح بقى في سكه لا اصل انا عايز ازرع بس كل الحالات تقول لك ابي ازرع واركب دلوقتي. طب انت حالتك ما تنفعش، انت ما تقولش، ما اكيد الدكتور نفسه يزرع لك وتركب وتروح النهارده لما تيجي بقى وقعد وتشتغل وتزرع وبعد كده يستنى وتجيله تاني. اكيد هو مش عايز، هو الدكتور مش عايز كده، اكيد الدكتور عايز الطريق الاسهل. بس اذا كان ينفع. ايه الكلمه اللي انت قلتها دي اللي هي ايه؟ ابي اريد يعني ابغي معلش احبلتي ناشف. طب السؤال كده ده مصري اصيل بقى، ابغي اسال هذا السؤال. بيقول لك ابغي ازرع لكن خايف ازرع. ليه خايف؟ بيقول لك الزراعه صعبه. مما تخاف يا عزيزي؟ هي بتقول لك الزراعه صعبه تمام. وكمان السؤال الداخل في الموضوع، طب ايه الحاجات الحديثه اللي تخلوا الموضوع يبقى خفيف علي؟ حلو. الزراعه من اكتر اقسام طب الاسنان اللي استفادت من التكنولوجيا. خلينا مثلا نتفق ان وجود الاشعه ثلاثيه الابعاد طفره غير عاديه في عالم التشخيص والزراعه، وعامه في عالم التشخيص وعلاج العصب وفي الزراعه وفي الجراحه تمام. كان زمان كان الزراعه جزء منها بيبقى تخيلي استيميتد، انت بتصور اشعه ثنائيه ابعاد فانت في خيال لان انت شايف صوره غير كامله، فدايما كنت بتفتح كتير علشان تبقى شايف العظم وتعرف تشتغل عليه، وبرضه ما بيبقاش بدقه 100%. ظهرت الاشعه ثلاثيه ابعاد زي ما انت شايف، بنعمل قبل ما هنزرع خالص الكيس جت صورناها روحت بتعمل لها خطه علاجيه. الزرعه هتتحط فين؟ الناس مش فاهمه ان العظم مش بس، لو مركزين هنا العظم مش طول وعرض وارتفاع، العظم اتجاه. لو واخد بالك ان احنا بنلف الزرعه علشان تبقى جوه اتجاه العظم، لان ناس كتير وشفنا حالات كتير بتيجي الحاله حاطه الزرعه داخله في العظم ومعديه منه، يعني هي دخلت خبطت في العظم وعدت من الناحيه الثانيه. ليه؟ هو متخيل ان العظم واخد زاويه 90 وهو العظم واخد زاويه 45. ما هو لو دخل في عظم على انه 90 بزاويه يعني واخد العظم واخد زاويه 45 بزاويه 90، ما هيقوم معدي منه ونكمل لبره. هنا لا، انت بتحط الزرعه
بتقيس الانجل او الزاويه. دي مهمه جدا جدا جدا، زيها زي اهميه طول وعرض وارتفاع العظم. طول وعرض وارتفاع العظم يحدد لي ابعاد الزرعه، لكن اتجاه الزرعه فين. احنا شفنا حاله حط 12 زرعه، انا بسمي الدكتور ده حط 2 صح، حط 2 بالغلط في العظم. يعني هو حط 2 مع انه حط 2 في العظم، انا بقول له ان هو حطهم بالغلط. ليه؟ لان حطت 10 بره العظم. ليه؟ لان لازم يبقى في خطه علاجيه. لكن في دكاتره كتير متخصصين وبيشتغلوا الزراعه على الاصول الطبيه السليمه. خلاص فكرتني بحته الغلط دي، لما مهاجم يكون بيضيع في مهاجمين كده وتيجي بقى واحده منه جول. جول جاله 80 جاله 80 فرصه 500 مليون فرصه، وفي الاخر جاب جول. هو اخره رجع الكره بدماغه بس، في مره راح مدخلها وهو بيرجعها بدماغه داخل الجول، خبطت فيها داخل الجول. هي في ناس بتشتغل كده وفي ناس بتشتغل كتاب. دايما 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 اعتمد في اختيارك على الدكتور. انا بطلع اتكلم اهو، مش انا بطلع، ما تسمعش كلامي، ما تاخدش كلامي على انه مصدق، لان انا طالع زي احد. اسال، شوف الكيسز، اسمع كلام الناس، شوف الناس قالت عليه ايه في ريفيوز. النهارده الحمد لله السوشيال ميديا والانترنت بقى في ريفيوز يعني الناس بقت، الدنيا بقت مفتوحه، تخش هتلاقي لا ده بيتقال عليه ده بيشتغل كويس، لا مش بيشتغل كويس. الريفيوز دي مهمه، الحالات مهمه، الخبره مهمه، الفريق الطبي مهمه جدا. مين الفريق الطبي اللي هيشتغل؟ ولازم تسال، لان انا ممكن ابقى بشتغل ومعايا فريق طبي كلهم ولا واحد فيهم لا واخد ماستر ولا مدرس في الجامعه والشغل، واسمي عندي فريق زي فريق مثلا البلاستيك وفريق ريال مدريد. ده فريق وده فريق، الاثنين دول فرقتين، البلاستيك وريال مدريد. ريال مدريد منتقى على اعلى مستوى السنه دي يا باشا، يمكن السنه برشلونه. طب انت بتحب برشلونه؟ لا انا بحب ريال مدريد. طيب انا بتكلم ريال مدريد. ماشي. انا بتكلم انا بتكلم على ليفل. لا مانشستر سيتي. بتكلم على فروق. ماشي. انت بتذكر اسامي. انا زي ما بقول لك بقى كده، في طب الاسنان فرق زي برشلونه وريال مدريد ومانشستر سيتي وليفربول ويوفنت، يعني زي الفرق الكبيره فيه، وفي فرق مجهوله. اما اروح عند دكتور اقول له ممكن بقى الفريق بتاعك السي في بتاعه، لما يبقى السي في بتاعك فيه استاذ مساعد في 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 في, في اعرق الجامعات، لما يبقى السي في بتاعك فيه دكتور ممتحن في هيئه الممتحنين في ادنبرا، مش واخد زماله من ادنبرا، ده في هيئه الممتحنين في ادنبرا، لما يبقى الفريق بتاعك التركيبات معظمه من جامعه عريقه مدرسين فيها، ده اسمه فريق منتقى. ده فريق عنده حاجتين، كواليفيكيشن وخبرة، عنده الشهادات وعنده الخبرة وعنده النتائج. فدايما دايما وانا بدور اسأل، ومش عيب ان انا اسأل صحتي. ما ينفعش يا جماعة يعني صحتي، ده انت بتروح عشان تشتري عربية بتفضل تلف وتشوف واجرب، عشان اشتري بدلة بفضل. اشمعنا في الصحة دي احنا هنا في مصر؟ قلبك جامد، قلبك جامد ليه على نفسك؟ اسأل يا راجل. ده في البنت عشان تشتري في الستيب بتقعد مثلا 7-8 ايام وتغلب اهلها كلهم. لا اصحابها. وانا بقول لك اشمعنى بقى هنا وتقعد تنقي في الفستان؟ اصل انا بيجي لي حاجات 14 ساعه، بيجي لي حاجات تضايق. طب انت عملتي اسنانك كده ازاي؟ اصل انا رحت طب انت سالتي على الدكتور اللي هيعمل لك التجميل ده عارفاه؟ لا. طيب شفتي شغله؟ لا. طب ازاي اصلا مشيت ازاي بالسنان دي من عنده؟ مش عارفه. اشمعنى دي مش عارفه؟ ما انت بتغلبي الكون حواليكي لما بتكوني عايزه تختاري حاجه. ليه في صحتك بتيجي في دي واخش بقى ابوظ الدنيا؟ انت عارف الرجاله والله العظيم عندهم التهور ده، تخيل بقى صحتهم في كل حاجه. الرجاله مش متهورين في صحتهم. هو اصل اقول لك، مع ان المفروض الطبيعه الست بتخلي الست بتخاف على نفسها اكتر، لان هي يعني الحاضنه للحياه. فهي اللي المفروض بتحافظ على نفسها، بس هي ثقافه. خلينا نتفق ان الثقافه بتاثر في الجين نفسه. يعني ممكن يبقى جينك سليم وثقافتك تبوظه. احنا الحمد لله عندنا هنا ثقافه محتاجه وعد تاهلها. هقول لك على كده، هي فعلا دي في الحته بتاعت الثقافه دي.
واحده بتقول لك انا عملت الزراعه في اسناني وعملت اشعه عاديه قبلها اشعه عاديه بس من وقت الزراعه انا متقلبه جدا. شوف بقى الحته الجميله بقى، ممكن تكون الزراعه فشلت ممكن. والله تقريبا ممكن نتخيل انها فشلت. والله يا فندم احنا نتمنى يعني يكون يعني احنا دلوقتي في عصر انا اسف جدا زراعه بدون اشعه ثلاثيه ابعاد كانك عايز تحج دلوقتي بالجمل. يعني عندنا النهارده كل التكنولوجي اللي تأهلنا ان احنا نعمل اجراء طبي بنسبه نجاح بتوصل ل 99%. ليه اعتمد طرق واعتمد طرق تشخيصيه ما تدينيش المعلومات الكامله؟ وانا باكد تاني علشان الناس كل مره اجي اتكلم في الاشعه الثلاثيه ابعاد تلاقي نوعين من البشر، حالات تقول لك اصل دكتور نور عايزنا نيجي نصور اشعه ثلاثيه ابعاد. على فكره احنا كنا بنطلب الاشعه ثلاثيه الابعاد قبل ما يبقى عندنا جهاز الاشعه ثلاثيه الابعاد، احنا جبناه بس تسهيلا على الناس. لكن احنا طول عمرنا لما كنا بنزرع اول ما ظهر جهاز الاشعه ثلاثيه الابعاد كنا بنبعت نطلبه. زي بالظبط لو واحد رايح يعمل عمليه في الغضروف هينفع يروح للدكتور يعمل العمليه بدون اشعه رنين؟ في دكتور تتخيله هيعمل عمليه غضروف بدون اشعه هينفع؟ وارد، شفتها قبل كده؟ لا. اشمعنى دلوقتي لما ظهرت الاشعه ثلاثيه الابعاد وبنطلبها الناس تقول لك هو مالي فاكرينها صفصطه مننا؟ لا، هي تول اداه بتديني معلومات كافيه ان انا اعمل لك زراعه ان شاء الله بنسبه نجاح 99% لان بقى ماسك فكك في ايدي فعارف كل المعلومات عنه. لكن علشان اروح اتهور واشتغل وخلاص وتيجي بقى الزرعه تخش جوه العظم، لا ما تخشش، حجمها مش مظبوط، كل دي اخطاء. انا شايف برضو ان الحاله ليها يعني في جزء كبير خطا عليه. الكيس الثانيه بتقول سؤالي عن الزراعه الفوريه، انا عندي احساس ان عظمي ما يستحملش الزراعه الفوريه دي، انا طول عمري عظمي بيوجعني وعندي هشاشه عظام، تمام، هل في علاج؟ طبعا سؤال يعني تحس برضو انه مش واضح. هو فكره ايه هي الزراعه الفوريه؟ بالظبط. يعني عشان نفهم الناس، الزراعه في طرقها مختلفه. في ان انا عندي سنه او درس هيتخلعوا غير قابلين للعلاج فهيتخلعوا، نخلعها ونزرع مكانها، دي اسمها زراعه فوريه، تمام. لكن في حاجه اسمها الزراعه والتركيبات الفوريه، دي حاله تانية، انك بتزرع وبتركب الجزء الخارجي على الزرع في نفس الوقت. دي لها شروط، لو ما اتوجدتش ما ينفعش تتعمل. اهمهم الربط، قوه ربط الزرعه، والدكتور بيربط الزرعه لو وصل لقوه ربط معينه ساعتها بس ممكن يركب على الزرعه فورا، يعني يركب الجزء الخارجي فورا. فهنا لازم نفرق ما بين الخلع والزرع، دي اسمها زراعه فوريه، وبين فكره الزرع والتركيب الفوري، التركيب النهائي الفوري، وده زي ما قلنا ما بيحصلش غير بشروط معينه. فكره بقى ان وجع ان في وجع في العظم، لا، لازم نشوف نصور اشعه ونشوف ايه مشكله الوجع، هل في انفكشن، في عدوى، في اماكن فيها مشاكل، احيانا بيحصل تاكل في عظم الفك لدرجه ان العصب يبقى مكشوف. يعني عصب الانفيرير الفيلر ده اللي هو اللي ماشي ماسك الفك السفلي يبقى مكشوف، يبقى لما يجي ياكل يبقى بيضغط عليه، فده لازم يتعالج. فلازم نعرف ايه المشكله عشان نعالج. السؤال بقى اللي جاي ده كيس من حد اللي هم حسوكين في اسئلتهم، تقول لك انا فقدت 4 سنان من اعلى واسفل الفك، و يعني عايز اعمل زراعه بس مشكلتي ان الزراعه تكلفتها مش هتناسبني. تمام. طب اعمل تركيبه ثابته ولا تركيبه متحركه؟ لان انا مش قادر ادفع ثمن الزراعه. ده سؤالها بالنص. طيب لو احنا اتكلمنا في تكلفه الزراعه بالنسبه لاربع اسنان فوق واربع اسنان تحت، حليها تقريبا هي تكلفه انك تعملي تركيبه ثابته. فلو انت مش هتقدري تعملي زراعه علشان التكاليف بتاعتها وعايزه تعملي تركيبه ثابته وما اصلا نفس التكلفه. فلو هو فعلا في مشكله في التكلفه هيبقى التركيبه المتحركه. بس انا ما بحبش التركيبات المتحركه وما حدش بيحبها، لانها تركيبه في الاخر اسمها ايه؟ متحركه. يعني الانسان وهو بيستعملها
ما بيبقاش عنده شعور بالامان، لانها ممكن هو بياكل تتحرك، هو بيتكلم تتحرك، ففيها مشاكل، مش شايف ان هي حاجه كويسه. الا اذا حد فعلا غير قادر بقى تماما ان هو يقدر يأفورد او ان هو يدفع تكاليف للزراعه او التركيبات الثابته. بس انا شايف ان انا تعويض اربع اسنان فوق واربع اسنان تحت هما تقريبا نفس تكلفه ان انا اعوضهم بالتركيبه الثابته. طيب السؤال اللي جاي مشهور قوي في المصريين، بنت بتقول انا بعاني من تقدم السنتين الاماميتين، تمام، والسنان كمان متزاحمه، حلو، فيبقى عندي حاجتين، بتسال على طريقه العلاج، بتسال على الوقت اللي ممكن يستغرقه العلاج. انا دايما شايف ان احسن علاج لتزاحم الاسنان او البروز الاسنان هو التقويم، لان التقويم انت بتحرك الاسنان وبترجعها لوضعها المثالي من غير ما بتلمسها، من غير ما بتعمل اي تدخل، وبتاخد وقت، في حالات بتاخد 6 شهور، في حالات بتاخد سنه، في حالات بتاخد سنه ونص، في حالات بتاخد سنتين، حسب وضع الحاله وحسب الطريقه اللي هنعمل بيها التقويم. لكن دايما انا ببقى شايف ان التقويم هو الحل الامثل لعلاج الكراودنج، التزاحم، البروز، حتى علاقه الاسنان ببعض، كل ده يتحل بالتقويم، شايف ده انسب حل. طيب واحده بعتلك بتقول فرحي بعد اسبوعين وعايز اعمل تجميل اسنان هوليود سمايل زي ما بتقول، هل الوقت كافي؟ هل كافي حسب الحاله؟ في حالات ممكن تخلص في جلستين خلال يومين او ثلاثه، وفي حالات لو محتاجه تجميل لسه يبقى لازم نعمل تجميل اللثه الاول، لو بليزر بس ممكن تخلص في اسبوع، لو محتاجه جراحي او ازاله في مشاكل في العظم نفسه هنعمل ازاله للعظم، ريكونتور للعظم نفسه، لا دي ممكن تاخد اكتر من كده، فحسب الحاله يعني ما نقدرش نقرر غير لما بنشوف الحاله. في حالات بتاخد زي ما قلنا جلستين خلال 3 ايام، في حالات بتاخد جلستين خلال اسبوع، في حالات بتاخد شهر عشان تعمل تجميل. واحد عنده السكر، مريض سكر، وعنده اسنانه الاماميه بتتلخلخ، واحده وقعت نصح بتركيبات ثابته، لكن هو بيقول انه لما عملها لقاها بتؤلمه التركيبات الثابته. تمام، احنا لازم الاول نتفق ان اي حد عنده السكر مطالب ان هو يظبط السكر لمعدلاته الطبيعيه التراكمي. احنا دايما بنعتمد في طب الاسنان على التراكمي مش العشوائي، لانك لو معدلات السكر مش مظبوطه، سواء عملت سواء سنانك مش معمولها تركيبات او معمولها تركيبات او عملت زراعه هتعاني، لان السكر بيضر الاوعيه الدمويه والاعصاب، واحنا اصلا الفم هو من اكتر الاماكن في جسمنا اللي فيها اوعيه دمويه، فاول ما بيحصل مشكله الفم بيتاثر والعظم بيتاثر واللثه بتتاثر، فهياثر على اي حاجه، سواء سنانك سليمه، سواء انت عامل تركيبات ثابته، سواء زرعت، فلازم تحافظ على مستويات السكر للمستوى او المعدل الطبيعي. دي نصيحتي لاي حد عنده سكر. بس طب السؤال الحل ايه؟ الحل ان هو يظبط معدلات السكر ويروح لدكتور يعمل له اشعه يشوف المشكله في ايه. هل المشكله ان التركيبات، ما ممكن تكون التركيبات معموله غلط، او التركيبات معموله صح بس معدلات السكر بدات تاذي اللثه وبدات تاذي العظم اللي حواليها، فبدا لما بياكل بيحس بحمل او بضغط على الاسنان. فانا شايف ان هو رقم واحد يعمل تحليل سكر تراكمي، نشوف معدله ايه، لو في مشاكل نظبطه، نروح لدكتور اسنان نعمل اشعه نشوف المشكله في التركيبات ولا المشكله في الانسجه الداعمه اللي حوالين التركيب. طيب بنت ست بتقول لك عندها طفله تعاني من غمقان لون اللثه. تمام، بنت بس بنت عندها 10 سنين. تمام، هل ده بسبب الحلويات ولا في حاجه تانية هي اللي عامله؟ لا، هو لون اللثه ممكن يتغير بشكل وراثي او عند بعض الناس نتيجه بعض العادات زي التدخين. في سن 10 سنين مش هنعمل لها حاجه، لما تكمل مثلا سن 16 18 سنه وفضل اللون ده موجود بنعمل لها حاجه اسمها بيلينج او تقشير، وده اجراء بقى في منتهى البساطه بيتعمل في ربع ساعه بالليزر، وتقريبا الكيس بتخرج كانها ما عملتش حاجه واللثه بيبقى شكلها طبيعي جدا. بنت بتعاني من صغر حجم الاسنان، ظهور اللثه كمان وقت الابتسامه. سبب اللثويه هي كده مش صغر بقى حجم الاسنان، هو كده الابتسامه اللثويه ناتجه عن تضخم او نمو زائد للثه،
ده يعني غطى السنه فبقى السنه شكلها صغير. العلاج بسيط جدا جدا جدا، بنعمل حاجه اسمها جمر كونتور. لو ما فيهوش زوايد عظميه بنعمله بالليزر برده في ربع ساعه، لو في زوايد عظميه بتعمل سيرجيكال برده في حوالي نص ساعه. النتائج بتاعته هايله وبترجع الاسنان لشكلها الطبيعي وبنتخلص تماما من الابتسامه اللثويه. بتعاني واحده بتقول انا بعاني من صديد في اسناني، تمام، حاجه صعبه قوي دي. حاليا بتقول هي بتشعر بوجع في عظام اسنانها في مكان وجود هذا الصديد، ايه الحل؟ لان المساله بتكررت اكتر من مره. اذا وصلنا ان بدا يبقى عندنا صديد يبقى انا هنا محتاج علاج جذور. هنا حصل موت للنسيج الحي اللي جوه السنه اللي هو البول، ولما مات ودخلنا بقى في مرحله تانية اللي هي مرحله الانفكشن او العدوى اللي هو بقى فيه غزو من البكتيريا، فبدا يعمل ابسس اللي هو الخراج. الحاله دي تستدعي علاج جذور، وبعد ما تتعمل علاج جذور هتحتاج تعمل لها كراون او طربوش عشان نحافظ على السن. انما ما ينفعش اعتمد بقى ايه ان انا اخد المضاد الحيوي فاقول انا خفيت وبعد شويه اورم تاني او واخده مضاد حيوي تاني واخف، بعد شويه الجسم بيزهق يقوم عامل ايه؟ يقوم عامل حاجه اسمها جرانيلوما، نسيج ليفي. يزهق اكتر يقوم عامل سيست كيس، يعني كيس بقى عمال ياكل في العظم. فدايما دايما ابعد ابعد في صحتك عامه عن حاجه ان انت تخش في سايكل او في دايره ان انا يبقى عندي مرض مزمن. الكرونيك ده الجسم ما بيحبوش، فبيحاول يعمل حواليه كبسوله. الكبسوله دي بتزيد وبتكبر على حساب الجسم نفسه، بتاكل في الجسم من الاخر. كل ما قدمناه في طب الاسنان في السنوات الماضيه كان من اجل الثقافه. نحن نريد ان نثقف العالم العربي، نثقف العالم العربي في اهميه الاعتناء باسنان. ايضا من ضمن اهدافنا المهمه ان احنا ابرزنا مهاره الطبيب المصري، وده هدف للبرنامج في كل برانشاته. الطبيب المصري ده احنا بندافع عنه، بندافع عن قيمته، بندافع عن مهارته، بندافع عن امكانياته، بندافع عن اجتهاده، بندافع عن اسمائه. صحيح ان احنا ما نقدرش نطلع ال 150 ولا 170 الف طبيب مصري، نتمنى انهم يطلعوا معنا كلهم، فاحنا بنطلع ريبريزنتيتيف او معبرين عن الثقافه والتعبير عن قوه الطب المصري. دول اهدافنا الحقيقيه. يبقى انه ده يتقبل بشكل جيد جدا في العقليه العربيه. ضيفي العزيز، صديقي العزيز، والزميل العزيز، وزي ما قلت عشرة العمر، الأستاذ الدكتور نور الدين مصطفى. نورتنا دكتور نور وشرفته بهذه الزيارة. خليكوا دايما معنا سعادة.